خلاص تمام، تمام. حلو شديد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة جديدة من حلقات سلسلة ونسة على دروب النجاح، التي تقيمها مؤسسة الباحثين السودانيين. الليلة طبعا اليوم بتاعنا دي يا جماعة يوم ما عادي حيكون، وجلسة حتكون ما عادية. يعني نحن طبعا الغرض بتاعنا بتاع الجلسات دي زول من جيبه بنحاول إنه نتونس معه ونسة عادية، نشوف انه ذاته هو وصل للنجاح اللي هو فيه ده، ما شاء الله تبارك الله كيف يعني. فحتكون فيري انفورمال، يعني حاجة كده عادية، تمام. ما حيكون يعني في من رحب بكل المداخلات وكل الأسئلة. الليلة طبعا يا جماعة حنرحب بشخصية يعني معروفة لديكم ما شاء الله تبارك الله، يعني بزغ نجمة في الفترة الأخيرة، لكن هي من زمان شغالة لحد ما عرفناها نحن الليلة. سالي العطا، مرحبا بك الاخت سالي. مرحبا بكم. يعني انا مغدر الليله فرايدي، الليله جمعه عندكم يوم شغل ولسه على الوقت بدري، ويعني جد يعني صراحه مسرورين بك. يعني تفضلي. والله أنا مبسوطة جدا يعني، وبتشرف جدا بوجودي معاكم، وفعلا احنا الليلة شغالين، دخلت الاجتماع ده بتوين الاجتماعات الثانية، وبس مبسوطة يعني إنه نقدر يكون عندي فرصة أتكلم مع الشباب والشابات وأحكي لهم قصتي، وإن شاء الله يا رب يعني يتفائلوا بها خير وتساعدهم هم في دربهم. وجبت خالد زوجي هنا كمان حيسلم عليكم بعدين، وهو برضه حيخش معانا إن شاء الله في اللقاء. خالد تعال سلم، لأنه أي قصة نجاح لازم يكون فيها بارتنرشيب، فأنا طبعا ايوه اكيد ايوه. الشاب الظريف ده برضه حيكون معانا شوية. السلام السلام عليكم عليكم خالد. كيفكم؟ ان شاء الله كويسين. انا طبعا انت يعني بعد ما خلاص عملت الارينجمنت مع سالي وكده، عرفت انك انت برضه شغال معاه في نفس الشغل، يعني كان المفروض نعملكم انتوا في البوستر مع بعض وكده، لكن مرحب بك يعني برضه. الله الله يخليك، يسلمك. وخلف كل امرأة ناجحة رجل عظيم يعني. It's always a partnership. It always takes two, إن شاء الله. نفرين يساعدوا بعض بإذن الله. مرحبا بكم، ان شاء الله ربنا يحفظكم ويديكم الصحه والعافيه. طبعا يعني الواحد خش في البروفايل بتاعك في الفيسبوك وشاف ما شاء الله يعني الحميميه بتاعت الاسره والاطفال كده، ان شاء الله ربنا يزعدكم يعني ويديكم الصحه الله والعافيه يخليك. يعني. الله يخليك، تسلم الشديد. نحن بس حنبدا سؤال بسيط كده، سالي من وين في السودان اول حاجه؟ ادينا خلفيه كده، رجعك لورا شويه. أنا اتولدت في السودان وطلعت لما كان عمري 4 سنين، وأهلي شوايقة من الأراك، ومن الأراك، وأبويا اتربى وأهل أبوي كلهم من عضبرة، يعني كانوا عايشين في عضبرة فترة طويلة. وإحنا أهلنا يعني ناس العطا سورج، أبوي تاج السر الله يرحمه، تاج السر محمد العطا سورج. ما لنا دخل بياسر العصا أعطى الناس طوال بيسألوني بيقول لي أنت قريبة، I don't even know him. لكن يعني مشهورين، أسرتي كلها بالطيبة وبالحنية. أبويا كان من أول الناس اللي وقف للبشير وقال له إنه الجيش ما ممكن يتسيس، من أول ما البشير مسك هو كان عقيد في الجيش، وللأسف قاموا خدتوه في الليستة، ولو متذكر ال 28 اللي عدموهم نعم. أبوي كان المفروض يكون رقم 29، لكن في 2 ما أعدموهم. فبس دي خلفية يعني على الأسرة والباك جراوند. نعم. الدراسة. الدراسة قريت MIS Management Information Systems، اللي هي المجال يعني زي ما تقول هو ميكس بين تكنولوجيا والبزنس، وحبيته شديد لأنه أنا كنت عارفة روحي أنا بحب التكنولوجي وبحب البروجرامينج والسوفت وير ديفلوبمنت والإنجينيرينج، لكن في نفس الوقت عندي ميول شديد للبزنس وللمانجمنت وللإدارة. فالـ MIS عملت باتشلرز ديجري هنا في University of Nebraska Omaha، وحقيقه فكرت، طبعا امي وابوي الاثنين، امي عندها دكتوراه وماسترز ديجري، في اللحظه دي فكرت هل امشي نفس اخذت الخطوه دي بتاعت انه اعمل لي دكتوراه وماسترز، ولا اتخصص واكون عندي سيرتيفيكيشنز. فصراحه في الفيلد حقتي انا في مجال الكمبيوتر وكده حبيت انه يكون عندي سيرتيفيكيشنز اكثر، فقمت تخصصت اكثر في الجافا وفي المايكروسوفت، وعملت يعني سيرتيفيكيشنز، وصراحة دي يعني ساعدتني أكثر في الكارير حقي. ما شاء الله تبارك الله. طيب النقلة من السيرتيفيكيشن للشغل، يعني طبعا أكيد بيكون في معاناة، بيكون في يعني
مرات قرارات ما سليمه، وفي حاجات كثيره طبعا بتاثر على يعني. اي ام للشغل يعني بديت الشغل كيف بعد ايوه الابلكيشنز؟ ايوه انا زوله جاده شديد. فلما كنت في باقي لي سنه وخلص الجامعه يعني لسه كنت في الجامعه، قدمت لي الانترنشيب. الانترنشيب دي بالعربي يعني شنو انترنشيب؟ يعني اللي انترنشيب هي يعني المهم دول يكون شغال في نفس الشغل ويقدم يدوه زي يعني انترنت exactly يعني هو زي ما تقول شغل تدريبي يعني بيدربوك في الشغل ذاته. فقدمت لإنترنشيب وقبلوني، لكن أنا كنت very aggressive يعني كنت دايرة أمشي لقدام سريع. فأول ما في خانة فتحت، في واحدة كده يعني ولدت وكده، فالخانة حقتها فتحت، كلمت المدير وقلت له أنا دايرة الفول تايم جوب، فما دايرة أكون بارت تايم يعني ما دايرة أشتغل ساكت بالجنب، أنا دايرة يكون عندي وظيفة هنا مهمة. فقال لي لكن انت لسه في الجامعه وكده. قلت ما مشكله يعني انتوا الريكويرمنت حقتكم شنو يعني؟ انت شايفني انا فيري هارد وركر بشتغل شديد وجاده شديد. فقال لي لو باقي لك سمستر واحد بس ممكن اوظفك فول تايم. فقمت اتصلت بناس الجامعه واكتشفت انه باقي لي سمسترين، يعني كان عندي بسموها 40 كريدت اورز مفروض اللي هي 10 كلاسات. ايوه تخيل دي انا دايما بسميها، كنت بحكي لسعد الكامل عليها في الفيديو، دي يعني كانت حركه انتحاريه انه اشتغلت فول تايم معاهم واخذت 10 كلاسات والحمد لله يعني I still graduated with honors. لكن دي بس يعني كنت جاده شديد في انه الفتره حقت الفتره الجامعيه دي انه ما اخليها يعني to be wasted، انه اكون اتعلم فيها قدر ما بقدر عشان اقدر بعدين اشتغل كويس. فدي النقله ساعدتني انه القى اول وظيفه قبل ما اتخرج، وبعد كده طوالي يعني شفت الوظائف اللي بعدها وتحركت يعني تحركت ولقيت وظائف بعدها والسالري كانت احسن الحمد ما شاء لله. الله. طبعا يعني الناس طبعا بيتوقعوا انه الحياه في امريكا والحياه في الغرب عامه سهله، لكن يعني معاناه يعني بالذات يعني انتم مثلا على الاقل نحن مثلا في بريطانيا في ال ان اتش اس السوشيال سكيورتي والحاجات دي كده انتم ما عندهم، يعني الواحد لو ما اشتغل ما حيقدر يتعالج وما حيقدر يعني يسكن كويس يعني. ف يعني دي برضه دي واحده من الحاجات اللي بتخلي يمكن الزول يتكسر او الزول ينجح يعني. ما الحاجة اللي عندنا إحنا هنا إنك أنت مهما كنت صغير أنت أول ما تجيف على حالك لازم تساعد أسرتك، سواء أسرتك الأخوانك ولا أسرتك في السودان ولا كده. فأنا المسؤولية دي يعني من ما أنا صغيرة يعني بديت من بدري خالص، يعني من أول وظيفة لي أنا بديت أساعد في أخواني أساعد في أهلي. فأنت دايما عندك العبء إنك أنت ما بس لازم تجيف على حالك، أنت براك لازم تساعد، فبتطور في روحك وبتتقدم، لأنه زي ما قلت أو ما في زول حيساعدك، لكن انت كمان لازم تقيف على حيلك بسرعه عشان تقدر تو هيلب يعني. فدي برضه حاجه، لكن حاجه بتديك موتيفيشن يعني عارف، الزول بيشد حيله اكثر لانه داير يساعد. وانا دائما بتذكر في اطفال كده جوني مره وقالوا لي يا سالي انت يعني بنسمع انك انت مثلا يو هاف ا لوت اوف ماني وكده، شنو السيكريت؟ شنو السر انه الانسان يقدر يجيب قروش كثيره ويقدر يتطور؟ فقمت قلت لكم انكم تدوا، يعني الزول ما بدي والما بيساعد أسرته وأهله وكذا الله ما بديه. نعم. السر الحقيقي هو إنك تدي، إنك أنت كل ما تجيك أي حاجة أنت حتدي منها كم، حتساعد منه وحتعمل شنو. فدي حاجة يعني بالنسبة لي من الأول كانت مهمة جدا. ما شاء الله تبارك الله. شباب يا جماعة اللي معانا في الفيسبوك في اللايف، أنا خطيت الرابط بتاع الزوم في الإعلان، فإذا أي واحد حاب يخش معانا في الزوم مرحب بيه يعني، ما في أي مشكلة. وأي واحد عنده مثلا سؤال مرحب بيه، ومرحب بالشباب كلهم اللي انضموا لنا في الفيسبوك. ما شاء الله تبارك الله، شايف ناس بيسلم عليك يا سالي و معلش انا ما شايفهم بالمناسبه، لو رسلت لي الرابط حق اللايف عشان انا اخذته في النكست جن لايف برضه يكون كويس. اوكي تمام تمام جدا، انا حرسله لك يا سيدي. لانه انا ما عندي الرابط حق اللايف. فانا لو بتسمح لي كنت عندي شويه برزنتيشن كده كنت عايز اعملها عشان احكي للناس شويه، يعني الزول لما يكون عايز يبدا ويحقق احلامه المفروض يفكر كيف. فاثناء ما انت بترسل لي في الرابط ده ممكن اعمل شير للسكرين؟ جدا طبعا طبعا على طول يعني، خذي راحتك الجلسه دي بتاعتك انت. خلاص تمام، وبعدين بنقلبها ثاني وانا بس انا دائما بحب ادي الناس حاجات كده ممكن يقدروا يستفيدوا منها. فاول حاجه مرحب بكم وشكرا لانكم دعيتونا. أعمل لكم هنا present.
لسه شايفيني لكن مش شايفينك. ايوه نعم. اوكي تمام خلاص كويس. فيعني انا في برزنتيشن كنت بقدمها والناس بحبوها اللي هي الزول كيف يقدر يطور من الكارير حقته واتشيف الدريمز يعني الاحلام حقته، فدي يعني كلها عن الاحلام. فطبعا دي اسرتي جميله وزوجي خالد واولادي نور وشريف ويارا. يعني انا ودي سالي بالتوب السوداني وخالد بالعمه والطاقيه عشان الناس يعرفوا احنا لسه سودانيين وفخورين جدا. انا يعني قصتي انه قصه كفاح في امريكا. الناس انا جيت هنا وبدأت من مافي، يعني بدأت من زيرو وكونت نفسي والحاجه دي كلها كانت لا دخل بالجديه وبالاصرار، وما معناته انه ما كان عندنا مصاعب. يعني انا عايز الناس ما يفتكروا ان الحياه في امريكا سهله، ححكي لكم عن مصاعب كثيره جدا قابلتنا. لكن انا اكثر حاجه ده اديها للناس الليله يعني هي التفكير الايجابي وكيف الانسان يتغلب على النيجاتيف ثينكينج اللي في باله. النيجاتيف ثينكينج اللي هو التفكير السلبي والتفكير الجزء من عقلك اللي بيحطمك اللي بيقول لك انت ما بتقدر. فانا يعني اكثر سبب خلانا ننجح انا وخالد مع بعض، يعني نجاحنا هو رغم واحد التوكل على رب العالمين وطبعا دعاء الاهل والام لنا، لكن الحاجه الثانيه هو الاصرار على النجاح وانه يعني ما بنسمع الكلام النيجاتيف، ما بنخلي جوا الكسر مجاديف، نحن ذاتنا ما بنحاول نكون نيجاتيف. فالنقطه دي مهمه جدا جدا عشان كده انا عايزه اركز فيها للناس، لانه دي الحاجه اللي خلتني يعني بسرعه اكون الكارير حقي، ابدا شركه، بعد شوية أبدأ سودان نكش جيم، سودان نكش أحلامها كبيرة جدا جدا. دي لأنه أنا بحلم وأحلامي كبيرة جدا، لكن عندي ثقة في رب العالمين وعندي ثقة في نفسي وبمشي لي قدام، بأخذ خطوات جادة شديد. فدي الستوري يعني دايرة أديها لكم الليلة. فمعليش الكلام بالإنجليزي لكن أنا هتكلم بالعربي، اللي هو الفكرة الرئيسية is to be bold. بالعربي يعني شنو be bold؟ يعني خلي أحلامك جريئة، خلي أحلامك كبيرة، احلم بيج، يعني خليك جريء في الحلم لانه رب العالمين هو اللي بيرزقك كويس. فيعني وبي فيرلس ان ذا برسوت اوف وات سيتس يور سول اون فاير، يعني ما تخاف. يعني الانسان ما يكون عنده خوف من الحاجه اللي انت ما قادر تنوم، يعني انت طوال بتفكر. الناس اللي دخلوا في الزوم لو بس ممكن يخطوا روحهم في ميوت اول ما تخش. يا ريت والله. نعم اي زول يخش في الزوم. ومرحب بكم، انا مبسوطه انكم معانا هنا بقدر اتكلم معاكم. فالمهم انه الانسان ما يخلي الخوف هو اللي يوقفه، لانه احنا كلنا عندنا احلام. يعني وانا عارف انه في احباط مبالغ فيه وحس في السودان، عارف. نعم. كل يوم بتكلم مع الناس واحنا هنا شغالين والله العظيم ربنا عالم صباح مساء نهار بنشتغل فيه انه كيف نقدر نساعد البلد دي وكيف نقدر نرفع من الحاجه اللي هي فيها. وعندي خالد عارف الميتينجز حقتي، خالد بيجي بيشتكي لانه قال لي السودان نكشن بقت الويكند كله وفي نص الاسبوع شغاله فبقيت ما قاعده يعني. لكن دائما الانسان حيكون عنده حلم، يا اما كارير جديد هو عايز يخش فيه ومجال، يا اما بزنس داير يفتحه. لازم نجتهد ولازم ما نكون فيرلس، يعني ما نكون عندنا خوف منها. في كتاب جميل أنا حابة أوري لكم اسمه Positive Intelligence اللي هو التفكير الإيجابي، والكتاب ده بيتكلم على ليه بس 20% من الأتيام ومن الانديفيدوالز بيحققوا البوتنشال حقهم. Only 20%، يعني في كل 10 أنفاد بس 2 اللي بيقدروا يحققوا أحلامهم. والكتاب بيتكلم على 10 حاجات جوانا في عقلنا بتخلينا ما نمشي لقدام. يعني بيتكلم على إنه في جزء من عقلك هو positive وفي جزء من عقلك negative، والجزء من العقل اللي هو negative ده بيعمل لك sabotage. sabotage يعني بيخلل من أو بيوقف من إنك تقدر تمشي لقدام. وعنده أمثلة كثيرة، لكن واحدة من اللي أوريك لهم اسمهم the judge. the judge ده الإنسان اللي بيحكم على الناس وبيحكم على نفسه. نعم. طوالي هو بيحكم ما بيقدروا يعملوا كده، ما عندهم القدرة، ديل ناس كده، ديل مصلحتهم شنو، أو بيحكم على نفسه أنا ما زي باقي الناس، أنا ما شاطرة، أنا مكجل، ما عندي حظ، المحظوظين ساي. فده اسمه the judge، يعني constantly في حالة بتاعت حكم. الستيكلر ده الزول اللي الحاجة لازم تتعامل بطريقة معينة
very perfectionist ولو ما تعمل بالطريقه دي ما بقدر امشي لقدام. فالمشكله بتاعت الستيكلر انه ما فلكسبل، يعني ما عنده الطرق الجديده والافكار الجديده، ممكن ما يعملها، لازم يعمل حاجه بطريقه معينه او يقلد زول ثاني عمله بطريقه معينه. البليزر اللي هو الزول اللي دائما داير الناس الثانيين يحبوه، راي الناس الثانيين فيه شنو، طيب الناس حيقولوا شنو، يعني ما فكر في الحاجه الصح والغلط وهو داير شنو، فكر في باقي الناس حيقولوا شنو، حيعملوا شنو كده. الهايبر اتشيفر دي برضو مشكلة. الهايبر اتشيفر ده الإنسان لازم ينجح في أي حاجة، ولو فشل في حاجة واحدة بقول لك خلاص ما نخش فيها تاني، يعني بيخاف من الفشل شديد لأنه هو هايبر اتشيفر أو لأنه أهله ربوه بالطريقة دي. يعني قال له أنت لازم تنجح، لازم تنجح والفشل ممنوع تماما، كويس. فده الهايبر اتشيفر. الفيكتيم ده برضو مهم لازم نتكلم عنه. فالفيكتيم ده الطريقة التفكير بتاعت أنه أنا ضحية. نعم. أنا ضحية، يعني أنا ما في حدا في يدي، شوفوا البلد كيف، شوفوا الأحوال كيف. يعني أنا أقول لكم على حاجة، صح أنا عايشة في أمريكا، لكن لو كنت عايشة في السودان برضو كنت هفتح بزنس في السودان، برضو كنت همشي لقدام، يعني مهما كان كنت حلقة لي طريقة وبزنس وأيديا. فالضحية هو اللي بيشوف إنه يعني life is happening to me and I have no control، الحياة دي حاصلة لي أنا وما في طريقة، يعني إنه أقدر أعمل أي حاجة. ف ما حقرام كلهم، لكن الحاجة المهمة اللي كنت عايزة أقولها هنا إنه كيف نقدر ندرب عقلنا على إنه يساعدنا ويودينا لقدام، وإنه ما تسابوتاج our dreams، لأنه العقل ده هو أساس كل حاجة. نعم. طبعا يا سالم، يعني جميلة الحاجة دي، جميلة جدا. وبالمناسبة دي يعني ممكن واحدة منهم أم كل أو كلهم تلقاها في شخصية سودانية. أنا طبعاً بتكلم عن الشخصية السودانية باعتبار إنه دي أنا منهم والحاجة دي أسعي لهم. يعني ممكن تكون في شعوب تانية، لكن I don't care about them، أسعي at the moment. أنا I care about the Sudanese، يعني إحنا الحاجة دي. فإحنا عندنا مثلاً يعني الخوف من الفشل. يعني أنا كتار من الطلبة اللي بتواصلوا معاي في الخاص وكده، ونقعد نشوف جن بيكون شنو هو عنده، يعني بيكون عنده شهادات وتخرج وكده، لكن عنده الخوف من الفشل، عنده الخوف والله انا لو عملت الحاجه دي بفشل. يا اخي افشل ماله، انت ما بيش جرب وافشل. اما دور الضحيه دي، يعني دي انا علي اخواني، يعني هو عندي اخوي في البيت معتبر نفسه انه هو ضحيه، لضحيه مننا وضحيه للمجتمع وضحيه من كل شيء. فالكتاب ده يا جماعه كتاب ملهم وكتاب جميل جدا جدا، يا ريت انكم انتم تجتهدوا. ولو حسيتوا انه يعني محتاجين لترجمه، ما شاء الله يعني عندنا مترجمين وعندنا ناس ممكن يقدروا يبسطوا لكم. تفضلي يا سالي واصلي. تسلم شديد. والحاجه دي مهمه لانه الخوف من الفشل بيخلينا ما ناخذ خطوه لقدام. وانا بعدين هحكي لكم، يعني نحكي لهم يا خالد كميه من قصص الفشل اللي جاتنا احنا، كميه. يعني البيت اللي اشتريته، انا اول بيت اشتريته كان عمري 18 سنة. انا اشتريت البيت الاول بدين، والزول اللي وظفته في البيت عشان يساعدني وعشان يعمل له ريمودلينج عشان اقدر ابيعه وكذا طلع كون ارتست. كون ارتست هنا في امريكا يعني مجرم، صح؟ نصاب. زول بتاع احتيال، وبوظ لي البيت، كبلي فيه المويه كلها وكسره، وانا ما كنت عارفاه. وتاني اي هايرد هيم، انا ما كنت عارفه ده هو. في الاخر لغايه ما عرفت انه هو نصاب. في لو في زول كان مره بالاكسبيرينس حقتي دي كان حيقول شوف شغل البيوت ده اصلا ما حقي، موضوع الريل سايد ده ما في داعي اخش فيه تاني، وبس خلاص خلينا في حاجه تانية. لكن احنا اصرينا واصريت تاني، والحمد لله خالد انت اشتريت كم بيت بعد كده بعد ما تزوجنا؟ والله كميه الحمد لله. الحمد لله، يعني يمكن كم و20 بيت كده، لكن رجعنا تاني، لكن استفدنا من التجربه الاولى. طبعا. يعني التجربه انت تخش فيها ما تعتبرها فشل، احتبرها ليرنينج، انه ربنا سبحانه وتعالى بيديك فرصه انك تتعلم منها عشان تقدر تو بي بيتر، ما عشان انك ما تعمل الحاجه تاني. فالخوف ده اكثر حاجه بيوقف الانسان من الخطوه اللي قدام، الخوف من الفشل. لكن انا ما عندي اي مانع اجرب اي حاجه، وقعدت افكر فيها قلت يا ربي انا ليه ما قاعد اخاف، يعني ليه، يعني غير اني بثق في رب العالمين. الحاجه اللي لاحظتها، والكلام ده بقوله لكم لانه انتم عندكم اولاد، انا الوالده الله يخليها ان شاء الله تجي طالعه بعد شويه، امي دكتوره سعاد سيد احمد علي، قالت لي يعني لما ربتني هي وأنا عمري 4 سنين مشيت معها لإسكتلندا لأنها كان عايز تعمل الـ PhD هناك. ربتني بطريقة مختلفة جداً من الطريقة اللي الأهل بربوا بها أولادهم. فربتني بإنه المرأة دي لا ما بسمح لها في البيت، يعني إنك أنت you can do anything، ممكن تحقق أي حلم يا بنتي، بس أجري وتعلمي
وما تخافي، واي حاجه بدي اجربها بتقولي جربيها حيحصل شنو يعني. فمن ما انا صغيره غرزت فيني عدم الخوف وانه جربي حيحصل شنو، طيب شنو لو الحاجه دي ما نفعت، ما بنعمل حاجه ثانيه غيرها. انا والله العظيم ما عرفت يعني الثقه في النفس اللي اهل بيربوك بها وانت صغير دي بتعمل شنو في المستقبل، لغايه ما كبرت كنت قايله انه كل الناس زي، بعد شويه حتى اكتشفت انه لا، معظم الناس بيخافوا، معظم الناس بيخافوا انه ياخذوا خطوه كبيره، والخوف ده جاي من انهم اهلهم ربوهم بالطريقه دي او خوفوهم، او ممكن ما يكونوا الاهل بصراحه، لكن ممكن الانسان نفسه، ممكن يكون اخوانه، ممكن يكون اسرته، ممكن الوظيفه او الناس اللي حوله، يعني كان في تكسير بتاع مجاديف في تخويف. صح، فالنقطه دي مهمه، ما اعرف الناس رايهم هنا شنو. لا، مهمه جدا، مهمه جدا. الناس اللي دخلوا معنا في الزوم مرحبا بكم، ونديكم فرصه يعني انكم تزالوا وتعملوا كومنتس. انا بس عايز اضيف هنا في الحته بتاعت عدم الخوف دي، انا ابوي الله يرحمه يعني كان فقير جدا، يعني كان راجل مزارع وكده، لكن اكثر حاجه يعني غرس فيني وحاجه انا فادتني انه اللي هي بيقول لي امشي جرب. يعني انا لما اول مره جيت اسافر عمري كان 9 سنة، قلت له انا مسافر يعني ماشي ازور اهل امي وكده، كنت براي يعني عمري 9 سنة، قال لي امشي امشي، قال لي يعني انت راجل وانت يعني ما حيحصل عليك حاجه يعني. ف لما سافرت برا السودان يعني عمري كان 18 سنه يعني، فكان امي دي يعني كانت حزينه جدا يعني زي اي يوم يعني، انت ولد صغير وبعدين اصحابي يا اخي انت طالع ليه وده، وانت ما تقرا الجامعه هنا في السودان وكذا وشنو وحتتعب. قلت لهم يا جماعه انا حادعب يعني، ما حلقى الطريق مفروش بالورود يعني، حادعب حجهجه، لكن في النهايه عندي هدف دراسي. شايف واحد من الدكتور انور، انت معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله. فراسينا حبيب ان شاء الله بخير. سالي ازيك، كيف احوالك؟ يا مرحبا، اهلا دكتور انور. الله يسعدين بكم ان شاء الله بخير، الله يديكم الصحه والعافيه، وسعيدين بكم في السودانيز ريسيرش فاونديشن. دي اول مره يعني تشرف، وان شاء الله ما تكون اخر مره ان شاء الله. شكرا لك، اتس ان اونر لكل الجهود حقتكم. معي هنا زوجي خالد كمان. يا هلا ومرحبا باشمهندس خالد. انا طبعا حضرت الحلقه بتاعتكم، كان مع سعد الكابلي وكانت رائعه جدا، انسبيريشنال وحاجه ممتازه جدا. ربنا يوفقكم ان شاء الله. الله يوفق الجميع يا رب. انتوا بيشتغلوا في البيزنس الديفلوبمنت وفي برضه في الريل استيت مش كده؟ ايوه خالد. انا كنت عايزه خالد يوري كيف يعني المجال، كيف انت غيرت مجالك كذا مره يا خالد، وفي الاخر يعني عندك الريل سيت وعندك، لانه في ناس برضه مهم جدا يعني يتعلموا انه المجال اللي انت قريت له ممكن تغيره كذا مره. فخالد عندك الريل شيفت هاي، تفضل نسمع يا ريت. والله طبعا شوف يعني احنا بالنسبه لي اهم حاجه انك انت بس تبدا اي حاجه، زي ما قبل ساري قالت، الواحد بس ما يخاف ويبتدي بس بالحاجه اللي عنده، بالحاجه اللي هو بيشوفها فيزبل بالنسبه له. يعني ما يفكر لي بعد 20 سنه هيحصل شنو، فكر انت هسه الشهور الجايه السنه دي حتعمل شنو. ففعلا بدينا بس لقينا لنا بيت واحد يعني اشتريناه وصلحناه وبعناه وطلع ربحنا فيه شويه، ثاني قلنا خلاص تعالى اشترينا بيت ثاني. بعد شويه الواحد يبتدي فتح له افاق ثانيه. يعني فينا وصلنا مرحله انه طب احنا بدل ما نشتري احنا بايعينه ليه، ما احنا ممكن ناجره، ودخلنا في 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 ايجار الريل استيت اكثر من الفليبنج. فكل شويه الواحد بتمر عليه افكار بتجدد روحك من غير ما تكون يو بلان فور من البدايه. فبدينا موضوع الريال استيت ده هو تقريبا في سنه 2003 كده ولا 2002، والحمد لله الوقت ده كان السوق كويس خالص يعني، فاشتغلنا فيه كويس جدا. ما كان عندنا راس مال، لو ممكن تشتغل ما كان عندنا راس مال نهائي. الناس بيفتكروا انه احنا كان عندنا راس مال وكده، لا احنا قررنا انه عايزين نخش في الريال استيت لكن ما عندنا قروش، طب هنعمل شنو؟ طيب في الحته دي يعني الزول لو ما عنده راس مال بيكون عنده اكسس، بيكون عنده كونكشنز نتورك، او بيكون عنده مثلا ايديا ممكن كان اتراكت يعني زول الفاينانس ولا كده. شنو الاليمنت اللي كان عندكم انتوا عشان تستارت البيزنس؟ والله احنا كان عندنا حلين زي ما انت قلت. الحل الاول انه نخش البروجرام، في بروجرام كانوا عاملين له ادفرتايزمنت بانك انت بتقنع الناس اللي عندهم بيوت هم ما عايزين يدفعوا القروش الشهريه انيمور. معظم في امريكا هنا ما زيكم، البيوت هنا كلها ملك، يعني هنا في امريكا معظم البيوت عليها مورجج، عليها بيمنت. الفوركلوجر بيكون كثير، ها الفوركلوجر بيكون كثير، بيكون هم ما قادرين يدفعوا القروش الشهريه. فالبروجرام ده كله علمنا كيف احنا نقدر نعمل لنا اجريمنت مع الاونر
وانه احنا هنجيب له زول يسكن في البيت ده وهو اللي حيدفع المورجج حقه البيت ده، وبعد سنه هو يحول ملكيه البيت لنا احنا. فاحنا شلنا له المشكله اللي كانت عنده اللي هو ما قادر يدفع المونثلي بيمنت اني مور. جبنا ناس عملوا حاجه اسمها رنت تو اون، هنا في امريكا اسمها رنت تو اون، اللي هم بيأجروا البيت عشان بعد كم سنه يشتروا البيت. ف البروجرام ده كله كان very creative، ما كانت عمل قبل كده. إحنا ذاتنا كنا يدوب اتعلمنا ودفعنا شوية قروش دخلنا فيه. كان يمكن أسبوع، it's like a one week bootcamp، أدونا كل الفورمات وكل الحاجات وبدينا. الحل الثاني كان إنه نجيب لنا مستثمرين أو ناس بنعرفهم من أهلنا ونستخدم قروشهم ونعمل بها down payment وكده. فده تقريبا ده يعني كانوا الحلين، يا إما to be creative، تفكر outside of the box، إنك يعني تمشي للزول ده وتعمل معه عقد كرياتيف زي ده، أو الحل الثاني كان تجي. فإحنا صراحة بدينا بالبرنامج بالبروجرام، بعد شوية خلاص عملنا قروش، طبعاً كده قدرنا نشتري البيت برامج. اللي هو بيزيك البرنامج بعلمك يعني كيف تشتري البيت من غير ما تدفع أي حاجة من جيب. زيرو داون، سمينه زيرو داون. فتعلمنا البروجرام ده وبدينا كذا بيت. بعدين طبعاً في أمريكا بعد ما خلاص يعني شوية كده يكون عندك هيستوري، تشتري لك بيتين ثلاثة أربعة وتكون أنت قاعد تدفع في البيت من حد. You build credit. You build credit، بعد ممكن البنك تديك لون تشتري ثاني كده، يعني شوي شوي الواحد أموره تتحسن وبيقدر هو يقدر يتوسع في الشغل. نعم. طيب هل عملتوا أي investment في السودان؟ أبداً. لشنو يعني هاي ريسك ولا شنو؟ لا لا ما كده ما كده وبس. يعني إحنا جزء من الريل استيت ذاته، عندنا بيت في ولاية ثانية كان أربع ساعات مننا، فالبيت ده إحنا كنا اشتريناه ولما كنا طلبة مسكننا فيه، وبعد ما قمنا تخرجنا ومشينا قمنا أجرناه، وبقى مزولتين على سنة. طبعا ناس البيت كده بشوف انه انا شغال في الريل استيت وشغال في العقارات بتاع، خلاص كريت مزولت البيت دي ورميناه فيه. فتعبت تعب جلي جدا جدا انه ده طلع ويضربوا لي ويصلح لي ويسوي. وبعدين كان بعيد مني اربع ساعات، ناهيك من 40 ساعه يعني you know. فقلت خلاص انا داري حاجه بعيده مني ما حخش فيها بسهوله يعني. الزول يشوف الحاجه القريبه، الحاجه جنبه اللي بتقدر انت تمانج يعني. ده 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 لسون لسون مهم جدا انه اي زول يكون البيزنس تحت عينه يعني. والله يا اخي انا الدايره اشرحها هنا، انه خالد لما قرا ما قرا ريل استيت، خالد قرا كيميكال انجينيرنج، كان حيكون يعني مهندس كيميائي. وأول وظيفة ما لقى شغل في مجاله، وأول وظيفة لما جه هنا في أمها نبراسكا دخل programming، بقى programmer. وبعد ما programming الوظيفة دي كان حصل فيها شنو، الشركة وقفت، الشركة قفلت، قام دخل real estate واستمر في real estate. لكن في شركتنا حسي، في شركتنا هنا في أمريكا، هو finance manager، دخل في finance والaccounting وليقى روحه بحبه. فأنا بس القصة دي رديها للناس إنه it's totally okay، ما تخطوا روحكم في box. الحياة عبارة عن إنه الواحد بيطور روحه، وممكن يمشي من مجال لمجال لمجال، وفي الآخر بيشوف الخير له ومكتوب له وين يعني. فالقصة بتاعت إنه الإنسان يعني ما لازم الحاجة اللي قرأ لها هو بس يشتغل، فإتس أوكي إنك تغير وتخش من بزنس لأكاونتينج لكذا، المهم إنه ربنا فاتح لك الخير وين. في ناس بتستكة في حتة معينة، مثلا يقول لك أنا قريت مثلا اقتصاد، ما حيشتغل أي حاجة ثانية غير اقتصاد، يقول يفتش الوظائف هنا وهنا، وكان مالك يحاول يطلع برا يعني، لأنه هو شاعر إنه هو أنا خلاص أنا ديجر آي تي وأنا ما هعمل حاجة غير يعني، بيكون بيستقى في الحتة دي من غير ما هو يكون شاعر يعني. حتى كان جاته opportunity في حاجة تانية مرة بيقدامه ممكن ما يلاحظ له، لأنه هو خلاص بقى النظر بتاعه شغال بس one way. صح طبعا الحاجة دي مهمة جدا جدا يعني. فأسعدي ذاته بتنقلنا إنه يا شباب معليش الناس اللي معنا في الزوم بس معليش لو سمحتوا. طيب الحاجة بس يعني الحتة بتاعت الريال استيت دي أو العقار دي، أنا أول حاجة ما شاء الله اكتشفت فيكم يعني، دي بيضغطني للسؤال بتاع أجيال ترانسفورميشن. أول حاجة كده أنا عايز سالي تكلمنا عن الأجيال ذاته شنو؟ الناس الأجايل هي منهجية أو طريقة حديثة جدا جدا لتطوير العمل الجماعي للإدارة. معناته شنو؟ الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة أو أنتوا ذاتكم في السودان، عشان تقدروا تنجزوا أي حاجة لازم تشتغلوا كتيم، فريق عمل. الفريق العمل ده كيف يشتغل؟ كيف يخطط؟ كيف يعمل prioritization للشغل حقه؟ كيف يشتغلوا يوميا مع بعض؟ كيف يقدروا إنه كل أسبوع وكل أسبوعين يحققوا الأهداف حقتهم؟ الطريقة دي كلها المنهجية دي اسمها agile، اسمها agile. والكلمة حقت agile هنا في أمريكا بالإنجليزي يعني المرونة، يعني إنه يكون في مرونة وفي سرعة
في التنفيذ. فإحنا لما بدأنا أجايل قبل 11 سنة لما أنا بدأت الشركة هنا ده كانت أجايل جديدة، يعني كانوا الناس في ناس بيفهموها في ناس ما فهمينها لسه كده زي ما تقول يعني طريقة جديدة. حسي خلاص الحمد لله يعني بقت هي the way، يعني ما في شركة كبيرة ولا شركة صغيرة عندها أتيام وعاوزين يعملوا تحول في الليدرشيب حقتهم او في طريقه الليدرشيب الاداره ما بيعرفوا اجايل. يعني انه القياده والاداره والتنفيذ العمل ده كله بيجي من اجايل ليدرشيب ومن اجايل تيم ورك. اهم حاجه في اجايل دي هي شنو؟ طبعا دي اكثر حاجه ناقصانا في السودان، هي التخطيط. يعني اول حاجه انت لازم يكون عندك خطه واضحه، انا السنه الجايه دي حعمل فيها شنو، والتخطيط ده يكون فيه مؤشرات يعني كي بي اي زي ما تقولوا، يعني measures for success، انا كيف حعرف انه انا فعلا succeeded. الخطه حقتك دي والاستراتيجيه دي بتقسمها ل quarters يعني quarters يعني كله 3 شهور انت حتعمل شنو كويس. بعد كده الخطة دي أهم حتة فيها 90 يوم الجاية إحنا حنعمل فيها شنو، وبعد كده التيم بيشتغل يا إما ويكلي يا إما باي ويكلي، يعني يا إما كل أسبوع بيكون عنده خطة وبينفذ فيها وبيعمل ميتينجز أو كل أسبوعين. دي بيسموها في الأجل سبرينتس. السبرينت ده هو إنه يا إما أسبوعيا يا إما كل أسبوعين إحنا بنضع هدف وبننفذ الهدف ده، بنضع هدف وبننفذ. الحاجة دي بتتكرر over and over and over again. فكل الأتيام هنا في أمريكا بقت بتستخدم المنهجية حقت الأجايل لأنه فيها كمية من الشفافية، فيها كمية من التيم ورك والشغل الجماعي، فيها تركيز عالي جدا لأنه معظم الناس انتوا عارفين الأتيام عندهم أهداف لكن التنفيذ صعب شديد. يعني ما في زول في الجروب ده حسي ما عنده فكرة السودان، كلنا عندنا أفكار لكن هي المشكلة ما الأفكار، المشكلة هي التنفيذ والإدارة والشفافية والتيم ورك، إنه الناس ما تختلف وما تزعل وما تتشاكل مع بعض، يعني يعرفوا كيف يشتغلوا مع بعض. فتنظيم الشغل الجماعي والإدارة والتخطيط والتنفيذ ده هو مجال الأجايل، وده المجال اللي أنا حبيته وتخصصت فيه والحمد لله رب العالمين وفقنا فيه هنا. وعملت فيديوهات، عندي تقريبا 250-300 فيديو في agilevideos.com، والشركات الكبيرة هنا بقت بتشتغل معانا. وفي الآخر عملنا software، يعني غير الاستشارة والtraining اللي كنا بنعملها عملنا software برنامج بيقدر يقيم الشركات الكبيرة يعني شغالة كويس ولا ما شغالة كويس الأتيام حقتها. فالحمد لله طورنا روحنا، يعني في الأول كنا بس consulting، كنا بس شركة بتاعت استشارة وتدريب، لكن بعد شوية عملنا agilevideos.com اللي هو كلكم ممكن تتفرجوا فيه، وأي زول هنا يعني حاب يخش في agilevideos.com أنا حارسل لك يا أستاذ ياسين البرومو كود، ممكن يعني ما يدفع ولا حاجة، كل البروغرام بيكون مفتوح بالنسبة لهم عشان يتعلموا الأجايل. شكرا جزيلا. نحن ذاته واسع الأجايل دي حنقوم نطبيقها في التيم بتاعنا يا دكتور أنور. طوالي هنمشي نطبيقها وبعدين نديك ديفنتلي. أيوه. أنا كان رسلت في تريننج كان عبر الناس، كان أنتوا خليتوه أفيلابل للناس سودان نيكست جين يا سالي. أيوة. ولقيت اللينك بتاعه فخطيته انا للمودريترز بتاع الجروب بتاع السودانيز ريسيرشرز. احنا عندنا طبعا 28 ديفرنت بروجكتس شغالين كونكرنتلي، واحد منهم جبيل كان بيتكلموا عنه اللي هو الافريكان جورنال فور انجينيرنج اند تكنولوجي، ذيس از ذا فيرست يعني اوف ا سيريز ان شاء الله بتاعت اوبن اكسس جورنالز بير ريفيود للسودانيز ريسيرشرز. فبنحاول احنا طبعا هو من مهامنا الاساسيه اللي هو رفع القدرات وزياده التنافسيه وبناء القدرات للشباب السوداني طلاب وباحثين واكاديميين وكده، لانه ايفنتشوالي دي هل حتنفع ترفع البلد يعني باذن الله. طيب فلو في كمان عندك حاجه برومو كود يعني سبيشالي للسودانيز ريسيرشرز برضه بيكون ظريف، احنا ممكن نخطه للناس عشان برضه نعرف منو كم نفر تدربوا في شنو وماشين وين. حاضر. طبعا في sudannextgen.com يا دكتور انور، في sudannextgen.com عندنا بالعربي يعني الاجايل نفسه انا قدمته كبرنامج وموجود اي ليرنينج، الناس ممكن تحضر الفيديوهات انا بتكلم فيها بالعربي. agilevideos.com كلها بالانجليزي، لكن احنا برضو ممكن نعمل ورش زي دي، يعني ممكن اجيب مي صفوت هي الاجايل ليدر حقتنا، ممكن تعمل ورشه على الانترنت وكل الناس يخشوا فيها ويتعلموا، لانه بصراحه هي الطريقه الوحيده لانه الاتيام ان شاء الله يعني تمشي لقدام. بعدين الحاجه المهمه هي انا متاكده انه حتتفتح وظائف في السودان للناس اللي عندهم خبره في الاجايل، فمش بس لشغلكم انتم،
انا متاكده لانه حسي ناس الـ NIC National Information Center اللي هي مجلس شنو اسمه بالعربي ابراهيم باخي. المركز القومي للمعلومات. المركز القومي للمعلومات عملنا لهم تريننج فبيهم ابراهيم باخت الناس ابراهيم باخت فقالوا عايزين مور اجايل بيبل ناس المينستري يعني حتى الحكومه نفسها والشركات بقت عارفه انه اجايل دي الطريقه واي زول مهما كانت خبرتك it doesn't matter انت الباك جراوند حقك شنو لو انت زول منظم تقدر تنظم الشغل وبتقدر تدير الاجتماعات وبتقدر تنظم شغل الناس you can learn agile وتخش في الكارير. طيب سؤال شنو الديفرنت ما بين الاجايل والطريقه بتاعت امازون بتاعت البيتزا انه والله يا اخي التيم المفروض يكون فيه ممبرز اكثر من ناس يقدروا ياكلوا لهم بيتزا في الغداء. That's an agile team. An agile team size بيقول لك has to be 7 plus or minus 2. فدايما بيقول لك التيم عشان يكون the right size so that's the same thing. Amazon uses agile, Google uses agile. اي شركه حولك هنا في العالم يعني خلاص بقت بتستعمل الاتيام الصغيره واللي بيعملوا خطه حقت اسبوع او اسبوعين وعندهم 90 day goal وعندهم خطه سنويه يعني لازم القصه تكون يعني وبعدين بيقوم يعني they deliver together. ف Amazon uses agile. طيب يا شباب الناس اللي معنا في الزوم في زول عنده مداخله لحد الان طبعا في هذه لجات كثيره يا سالي لسودان نيكست جينيريشن ما حنتكلم عنها سيدي حنتكلم معاه بعدين تمام فبس اطمن الناس اللي بتجا حنتكلم على السودان نيكست جين لكن انا بس حبيت في الاول اوريكم قرايتي والشغل والمصاعب اللي لقيناها يعني الناس بيفتكروا احنا والله حياتنا هنا انتم بس عايشين في امريكا حياتكم سهله لا والله مشاكل كثيره حصلت لنا لكن التفكير الايجابي والاصرار على النجاح وعدم الخوف هو اللي بيخلينا نخطي فانا يعني ممكن اجاوب اي اسئله من الشباب اللي هنا نعم طبعا اخوتنا ساميه في السويد ما شاء الله قالت في ماجستير وربنا يوفقك ويعني قاعده براء يعني اولادها في السودان وكذا فيعني دي طبعا دي واحده من الحاجات الصعبه لكن في النهايه انت عايني للتارجت الكبير يعني انه في النهايه حتاخذ الماجستير وممكن الجامعه دي ذاتها تتبناك وتعمل البي اتش دي وان شاء الله اولادي هم ذاته يجوا يعيشوا معاك ويعني تكونوا ان شاء الله في كل الناس تضحيه كبيره نعم شباب في اي زول من الفيسبوك او الزوم قبل ما نمشي للنقطة الثانية لو في زول عنده سؤال في واحد سأل عليه مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا أمير محمود بخاري بروجكت مانجر وكونسلتنت في الهيلث كير آي تي في السعودية هنا very interesting الأجايل نحن حاليا بنستعمله هنا في كينج فيصل هوسبيتال كينج فيصل سبيشاليست هوسبيتال وفي الشركات الكبيرة زي ما تفضلتي منها فيليبس جنرال إلكتريك هيلث كير سيستمز بلا 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 السؤال اللي أنا عايز أسأله لدكتور ياسين في الحقيقة I appreciate المحاضرة بتاعتي جميلة جدا جدا كلامك جميل جدا جدا and it is doable يعني it's not that difficult to implement such methodology في الـ daily work بتاعنا اوكي دكتور ياسين انا معلش هطلع برا شويه من الموضوع ده وعايز اسالك اذا كان ممكن احنا ننظم لايف زي ده concerning الـ healthcare IT بالذات انه نحن في الحته دي في السودان تقريبا we do not exist نعم دي ممكن يتنظم لها وقت تاني يعني سيشن تاني لانه السيشن دي عندها سكوب محدد يعني اهلا جدا مشكله بس وانا ساعد رب النجاح ان شاء الله نحن مستعدين زي ما قال دكتور انور مستعدين ننظم اي ورشه اي فكره يعني تخدم الناس في السودان وكذا احنا مستعدين ما في اي مشكله يا باشمهندس جميل جدا جدا شكرا جزيلا لكم شكرا فرصه سعيده بس عندي سؤال يا سالي عن الحته بتاعت الاجايل طبعا السلام عليكم وعليكم السلام تفضل عبد الله تفضل عبد الله استاذ سالي كيف حالك يا شباب خير الله يسلمك الحمد لله انا بدل كيف اعمل سيرتيف هاو تو سيرتيفاي اجايل كيف اقدر اطبق الاجايل في المشاريع حقتي واهدافي المشاريع حقتي شغال فيها
وفي روحي في الحياه عامه، يعني كيف اقدر انفذ الاجايل عشان اقدر او تو سكسس او اصل للاهداف وطموحاتي اللي انا دار اصل لها. يعني الاجايل طبعا زي انت سالتني كيف اطبقه، وبرضه سالتني السيرتيفيكيشن صح؟ سالت عن السيرتيفيكيشن. النقطه واضحه لك يا استاذ استاذ سالي ساي. Yes, certified. How to certify again? Okay, تمام. أول حاجة بيبدأ بإنك تتعلم الأجايل. يعني إنك تتعلمه. فعندك حسي طريقتين ممكن تتعلم بهم الأجايل. عندك sudannextgen.com. في أنا حرسل لهم اللينك، فيه رابط من فوق مكتوب عليه learn اللي هو يتعلم. فدي فيه كورس كامل عن الأجايل. لما تكمل الكورس في Sudan Next Gen وتعمل pass للكويز، عندنا كويز بتطلع لك سيرتيفيكت، هتطلع لك شهاده انك انت كملت السودان نيكست جن اجايل تريننج. كويس، فدي خطوه. الخطوه الثانيه انك تطبق في حياتك، يعني الكلام اللي حتقراه وحتسمعه ده انك انت مثلا فعلا تضع هدف في حياتك وتقسم الهدف لل 90 يوم الجايه. انا هدفي شنو في 90 يوم الجايه، وبعد كده تقسم الهدف ده يا اما لاسبوعيا او كل اسبوعين احنا حنعمل شنو عشان انا اقدر اطور روحي من غير ما اخاف. الحاجه دي بتخطها في الحيطه، يعني احنا حتشوف انه يعني الحيطه نفسها بتخط فوق الفليب تشارت الورق الكبير ده، وبتخط فيه البوست نوتس، وبتخط فيه البلان حقك، كل الخطوات والحاجات اللي انت قلت حتعملها بتخطها يا اما بلانينج اللي هو انا لسه ما بديتها، يا اما ان بروجرس معناتها انا حاسه شغال فيها، دان معناتها انا كملتها. لكن الحاجه دي احنا بنحبها تكون قدام الزول بالذات لو انت شغال لروحك، يعني عشان ما تنساها، لانه طبعا الناس بتنسى الخطه اللي هم وضعوها هي شنو. لو انتم شغالين از تيم، شغالين كفريق عمل، في ابلكيشن اسمه تريلو في التليفون، تريلو ممكن تستعملوا تريلو عشان تنظموا شغلكم. تريلو بالمناسبه انا كنت متمني هيثم يكون معنا. هيثم ده ممكن يعمل لنا تريننج في تريلو، لانه ما شاء الله يعني هيثم كاشف خبير في تريلو، يعني ممكن يعمل لنا سيشن في دي. انا غادي شخصيا عندي حاجه بعمل حاجه براي كده، بكتب الحاجات قدامي كل يوم قبل ما انوم، الحاجات اللي عايز اعملها شنو بكره. وبالهايلايت الاخضر الحاجات الاكيفد والحاجات الما اكيفد الاحمر. يعني والله this is wonderful يا ياسين. المهم انك انت ما تخلي الدنيا تمشي بك، انك انت يكون عندك خطه انا داير اعمل شنو، داير اصل وين، لانه اي زول مشغول واي زول الحياه بتبدا تاخده كل يوم تصير لك حاجه جديده انت ما كنت مخطط لها. فالمهم انه الخطه الاستراتيجيه الحلم ما يضيع في نص النويز زي ما بنقول، اللي هو الـ يعني الحياه الكثيره نغمه الحياه. نغمه الحياه بالضبط. نعم ايوه. طيب انا عندي سؤال بس في الحته بتاعت نحن مثلا بنشتغل از تيم، الريورد شنو للتيم؟ يعني ما انا شغال مثلا في شركه، الشركه دي بتديني سالري، ده موضوع ثاني. لكن انا كشغال في ويذين تيم، المفروض انا عشان اتحمس وعشان يعني يكون في موتيفيشن، التحفيز بيكون شنو يعني؟ او والله الشغل الجماعي التحفيز فيه هو الانتاج، لانه اي تيم يعني ما في انسان صراحه انا شايف يعني ما في زول بيحب انه بس يمشي يشتغل وما يكون حاسس انه هو عامل اني امباكت، يعني الشغل حقه ده ما عامل فرق في حياه اي زول. فالتيم الشغل فيه يعني حلو لانه فيه انتاج، الناس بتنتج، بتعمل حلم مع بعض، بتعمل جولز مع بعض، بتوضع اهداف، وبتشوف انه الاهداف دي كل شهر كل شهرين كل ثلاثه شهور احنا فعلا يعني فعلا بنقدم حاجه. فاحنا ما دايرين نعمل التيم انه يعني انا حديكم قروش لو عملتوا الحاجه دي حيكون عندكم قروش، لانه كده الناس اللي حيجوك ناس موتيفيتد، الحماس حقهم كله بس مقابل القروش، مقابل كده. احنا عايزين الناس اللي يجوا يشتغلوا في اي فريق عمل يكونوا متحمسين بالريزلتس، بانه هم فعلا عاملين امباكت. زي ما قلت مازول عنده سالري، يعني عنده سالري، والاتيام ما شاء الله اللي دائما يعني ربنا بوفقه وبتعمل شغل كويس بتتفتح لها ابواب ثانيه كثيره يعني كذا. فذاتس ذا ريورد اللي هو الانجاز نفسه، انجاز الخطه وانجاز الهدف. طيب واحد سال سؤال، الفرق شنو بين البروجكت مانجمنت اداره المشاريع ولا جاي؟ إدارة المشاريع يعني حتى PMI جاية هي من PMI الـ Project Management Institute، هم اللي يعني بيعملوا certification وكذا. الطريقة حقتهم القديمة طريقة traditional، يعني traditional PMI is very much about reporting و planning و documentation و tracking اللي هي كلها التخطيط، المراجعة، توثيق الحاجات،
ما كانوا ركزوا شديد في التيم ورك والناس ذاتهم علاقتهم مع بعض كيف والديلي يعني شوية كده مثلا ممكن تقعد انت 3 شهور تخطط في 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 مشروع كبير ممكن تاني تقعد شهرين بعدها ترسم الديزاين زي ما بقول لك يعني في بلانينج بعدين في ديزاين ومثلا ريسك اناليسيس بعدين حقا تفكر تدون اي فالتراديشنال بروجكت مانجمنت يعني الحاجه اللي احنا ماخذيننا عليه هو عشان كده غيرناه هو انه فيري هيفي يعني بيركز اكثر في البلانينج والدوكيومنتيشن والريسك اناليسيس والكلام الكثير ما على الشغل فاحنا في الاجايل ورينا انه لا في طريقه مختلفه الحاجات دي كلها مهمه البلانينج مهم الريسك ميتيجيشن مهم الستيك هولدر اناليسيس مهم لكن انت ما ممكن تقعد 6 شهور بتعمل في الكلام ده كله كلام الفاضي وما بتخط ما بتعمل في حاجه يعني احنا دارين شغل دارين تنفيذ فاحنا ناس الاجايل عملنا ديسربشن للبروجكت مانجمنت وانا واحده من الناس اللي ساعدت البي ام اي ذاتهم في انهم يعملوا الاجايل سيرتيفيكيشن فحس فيها البي ام بي البي ام بي تعتبر دي تراديشنال وحس البي ام اي اي سي بي اللي هي دي انا كنت تبع التيم اللي عملوها اللي هي الاجايل سيرتيفايد براكتيشنر البي ام اي اي سي بي فالبي ام اي اي سي بي هي الطريقه الجديده والطريقه الحديثه وحتى ناس بي ام اي ذاتهم بدوا بيستخدموا في منهجيه حقت الاجايل لانها يعني مركزه على الانتاج والتنفيذ ومش بس التخطيط والتدوين صح وتأكيد لكلامك ده شكل كلامك ده أثر عليهم لأنه صعب من جانيوري اللي هي من الشهر الجاي المنهج بتاعه يتغير هيركز على التيم أكتر يعني إنه الأورجنايزيشن والتيم والشغل بتاع التيم وكده يعني أيوة كل المناهج القديمة دي هتتغير يعني بس بتاخد وقت يعني بتاخد وقت على بال ما أثر يصل باقي العالم لكن يعني هتشوفوا PMI ذاتها بعد شوية هتتغير من الطريقة الترديشنال حقتهم والwaterfall وآجل هتكون هي the only way هيثم مرحبا بك شايفك رافع يدك تفضل هيثم ازيكم منورين يا شباب سالي وخالد وياسين واشتور حضور كيف الله يسلمكم انا بس عندي سؤال المخصص للمبادرات الشبابيه طبعا الفتره اللي فاتت في السودان ما شاء الله في كميه من البرامج هي عباره عن مسابقات فالمسابقات دي منتشرة في الجامعات السودانية فكل جامعة بتحاول تشارك وكل جامعة فيها كليات الكليات دي تحاول تشارك فلو قدرت أديت الشباب زي تيبس كده يستفيدوا منه في الأجايل في تنظيم مثلا الكليات تحاول أن هي تنجح الجامعة وبعد ذاك الجامعات كلها تحاول تنجح السودان فعشان يستفيدوا منها لأن المبادرات صراحة بقت كثيرة والشباب أنا لما بشتغل معهم في الانتربرينورشيب فدائما بقول لهم اخواننا اس تيم اشتغلوا بالاجايل ونظموا الشغل بيناتكم حتى موضوع تريلو لما بقول لهم صعب بقوم بعمل لهم حاجه في الجوجل درايف في الدوكيومنت بحيث انه ينظموا بيها شغلهم براتهم بحيث انه بحاول ابسط لهم الشغل فلو حفزتيهم وديتهم كلمتين في الموضوع بتاع انه كيف المبادرات الشبابيه يشتغلوا مع بعض يكون كتر خيرك هيثم المبادرات حقتهم دي هل هي مبادرات ستارت اب بزنسز يعني هل دخل بالستارت اب بزنس انه عايزين يكونوا مثلا شركات او منتجات ولا هل هي مشاريع خيريه يعني بس اديني فكره عن المشاريع نفسها يلا في اثنين في اثنين في اللي هم مينلي ما هم ما بيفكروا ان هم يكونوا از بزنسز بيكونوا زي في السستينبل جولز بتاعت التنميه المستدامه دي فبيكونوا مثلا محتاجين ناس في محاربه الفقر في التعليم فهم بيقوموا بيحاولوا يوجدوا حلول لكن ما از شركه ممكن تكون از مبادره وبعدين ممكن يطوروها كشركه او اورجانيزيشن فهم شغالين في الحته دي لكن صراحه الموضوع بيبقى شنو توبيك معين شغالين عليه بيطرحوه في الجامعات والشباب بده يشتغلوا عليه كطوعيه او كحلول مجتمعيه ممكن نقول يلا يعني المسابقات دي حلوة والتوبيك ده مهم وتخيلي إنه التوبيك يكون عنده أهداف معينة والناس تقدر مثلا في 3 شهور تنجز حاجة يعني يكون عنده تايم بوكس يعني إحنا دايما في الأجايل بنقول أي هدف عايز تديني له لازم يكون عندي له تايم بوكس يعني بداية ونهاية أوريك أنا عملت شنو حتى لو عملنا تاني another 3 months 3 شهور بعد ما في مشكلة لكن لازم يكون في هدف لازم يكون في measures for success ولازم يكون في time box. الأيام دي بتختلف من بعض في تنفيذ الرؤية كيف يعني الرؤية المفروض تكون واضحة
والميجرز فور سكسس تكون واضحه في 3 شهور او 6 شهور. لكن انا كتيم حقول لكم طيب انا طريقتي حتكون مختلفه، انا هعملها على الطريقه دي. يعني الهاو دائما بنقول انه يعني the what what are we trying to do and why are we trying to do it, we should have a common vision في الحاجه دي. لكن how ده يلا بقى التفنن حق الناس. فانا رؤيتي يعني الحاجه اللي بشوف انه الاتيام دي لما يكون عندكم حاجه واضحه عايزين تعملوها زي ما قلنا يعني تقسموا الشغل للتسعين يوم الجايه. ما عايزين نقضي 90 يوم كلها بنخطط وبنتكلم وبنتونس. انا المشكله اكبر مشكله انا قاعد اشوف انه الكلام كثير لكن ما اول حاجه ما بتكتب. فواحد في التيم somebody on the team has to learn to be a facilitator. الفاسيليتيتور ده هو زي ما تقولوا تيم ليدر اللي بيعرف في كل اجتماع ينظم الاجتماع ويكتب المخارج المستخرجات حقت الاجتماع ويكتب الخطه ويعمل ابديت الخطه. ما في تيم يا هيثم بيقدر يمشي لقدام من غير ما يكون عنده سكرام ماستر. الرول حق السكرام ماستر او الفاسيليتيتور ده لانه كل زول بيكون بس متطوع ساي يعني داخل طالع في اي وقت يعني ما في زول منظم الشغل. فالتيم لازم يكون عنده سكرام ماستر ولازم يكون عنده تيم ليدر اللي هو احنا برضو في الاجل بنسميه برودكت اونر. البرودكت اونر ده الزول اللي بيكون عنده الفيجن اللي بيتأكد إنه التيم ده motivated يعني عنده الحماس. يعني أنا دائما أنا بكون البرودكت أونر في التيم لأنه أنا بحمس الناس بديهم الحوافز بجيبهم مع بعض وبعمل prioritization للشغل لأنه كل زول بيكون عنده فكرة حقته براو. فأنا الجوب حقي as a product owner إنه أعمل prioritization وقولي إخواننا أوكي في حد دي أفكار كثيرة لكن لو ممكن نبدأ بس بالخطة دي وننفذ فيها. فالسكرام ماستر مع البرودكت أونر ديل الاثنين مهمين جدا في التيم. وأنا تخيل لي التيم فريق العمل لما يكون ما عنده roles and expectations ما عارفين منو بيعمل شنو وكل الناس بس ساكت بتتكلم الحاجة ما تمشي لقدام عرفتا. فإحنا التيم أساس التيم هو صح في خطة بتاع 90 يوم وصح في خطة حقت أسبوعين لكن في زول في التيم facilitator scrum master بيعقد الاجتماعات بيدون بي to make sure people are accountable يعني إنه الناس مسؤول إنه ناس مسؤولين. والبرودكت أونر بيتأكد إنه الفيجن حقنا ده ذاته الفيجن الحد اللي إحنا الهدف ده ذاته هو الهدف الصحيح وإحنا ماشيين في طريقة صحيح. فعندك زي تقول في زول كده موجه السفينة ماشية كده ولا ماشية كده وعندك الناس التيم كلهم they're rowing. ف this is what teamwork is. العمل الجماعي في السودان صعب لأنه الناس كلها volunteers وما في زول مدفوع له فبيك سهل جدا إنه الناس تخش وتطلع وما يكون في accountability إن شاء الله. شكرا للناس السريع بس في الفيسبوك اللينك بتاع سودان جنريشن إن شاء الله حنحط لكم سودان نيكست جنريشن حنحط لكم في الصفحة بتاعت المبادرة أو تحت التعليقات بتاعتكم. بالنسبة لواحد سألني أو واحدة قالت لي الدفتر بتاعي ده نوع دفتر عادي جدا جدا أنا اشتريته فبكتب فيه الحاجات اللي كنت هعمل شنو يعني مثلا دي الحاجات مثلا بتاعت بكتب التاريخ وإنه مفروض أكتب شنو بكرة مثلا عايز أكتب شوية في البحث بتاعي عايز عندي تريننج كورس عندي كده فبكتبهم. بنهاية اليوم عندي قلمين قلم أخضر وقلم أحمر تمام. ده القلم الأخضر اللي هو الماركر العادي ده وده قلم احمر الحاجات او اللون طبعا انا عندي مشكله بتاعت الالوان لكن بحتبره احمر يعني الحاجات اللي قدرت اكملها بعمل عليها بالاخضر دي ذاتها بتديك يعني بتديك حافز بالمناسبه حاجه جميله مع انها بسيطه لكن يعني انا خلتني انجز حاجات كثيره جدا يعني لما نشوف انه والله الحاجات الاخضر انا انجزتها والحاجات الاحمر ما انجزتها بكره الحاجه اللي ما انجزتها الليله بكره بتكون اول حاجه انا المفروض انجزها تمام. وبعد ذلك مرات انت خلال اليوم بتصهر عليك حاجة كده في النص وكده برضو دي أكتبة لأنه لما ترجع عليها يعني بيذكرك حاجات جميلة. يعني مرات أنا حتى مثلا زول ضرب ليها هيثم أو مبارح أنا كنت بتكلم مع هيثم كاتبة يا هيثم شايف وكاتب عامل عليك بالأخضر يعني يعني حتفهم لي أنا عملتها بالأخضر يعني. فهذه الطريقة دي بسيطة جدا بتخلي شنو بتخلي حياتك منظمة وبتخليك إنك انت عرفت نفسك ماشي لوين. الناس اللي بيتكلموا ويقول لك والله الحكومه والحكومه دي في النهايه يا جماعه ما نحن الحكومه كويس ما سيبي الانغازي المشامنه ما مشيتوا انتوا كويس. فبنفس الطريقه يعني ده نحن ما بنتكلم هنا يا جماعه سياسه احنا بنتكلم انه انت ذاتك انت تطور نفسك كيف عشان بعدين لما نمشي تتخطى في حته بتاعت ليدر او حته بتاعت برودكت اونر ما راسك يشطب ما تقول والله يا اخي انا دي اعملها كيف والله حنصل لشنو والله كده. فنحن النقاش بتاعنا ده كله يا جماعه تحفيز للذات يعني سالي دي احنا يعني انا يعني والله يعني بشكر فيها برا يعني بدعي لها يعني لانه زوله مشغوله جدا جدا شوف هي جات
وجابت معاه خالد. شوف هسه عندهم شغل في امريكا الساعه كم يعني؟ خالد زارس يمكن يكون زهجان لانه الاثنين قاعدين ممكن. والله والله انا احنا اقول لكم على حاجه يعني حبنا للبلد دي يعني انا ابوي يعني قلت لك طلع من السودان وكان ممكن يكون معدوم، فانا يعني انسانه وطنيه صح ما عشت في السودان صح ما بفهم كل الكلام وصح الانجليزي حقي يعني وتعلمت السوداني كثير بالمناسبه بدأت اتكلم احسن بكثير بعد سودان نيكست جن، لكن عندنا حب وانا يعني امنيه حياتي انه اشوف الناس كلهم بتطوروا وانهم شغالين وانه احلامهم دي بتتحقق حقيقه يعني وانه ما شايفينها بعيده عليهم يعني انا دي الحاجه اللي بتمناها للبلد يعني وانه فعلا السودان دي تتطور شديد. فاي فرصه الناس يدونا لها انه نقدر to give back ونوري احنا نجحنا كيف وطريقه التفكير انا بحبها جدا، فانا بشكركم انتم يعني. انا عندي شويه سلايدز ثانيه بس عايزه اعملها وقبل ما نخش في السودان نيكست جن. تفضلي طوالي تفضلي. اوكي معلش بس بسيط كده حاجات بسيطه ما حخش لكم في الهنا كله، لكن كنت عايزه اديكم حاجات بس بسيطه برضو عشان الناس تتعرف على شخصيتهم احسن. بس في حاجة اسمها emergenetics، في حاجة اسمها emergenetics مهمة جدا احنا بنستعملها عندنا في الشغل. انا لما اعمل hiring واوظف اي زول، احنا شركتنا تقريبا كنا 100 نفر وحسي بقينا 65 نفر، لكن لما احاول اجيب اي زول واوظفه بنحاول نعرف احنا محتاجين زول الالوان حقته شنو للوظيفة دي. الحاجة دي انا عايز اوريها لكم ليه، لانه زي ما انتم بتحاولوا تطوروا في روحكم مفروض تعرفوا انا يا رب الالوان حقتي شنو. فا اوكي هشرح لكم اول حاجه تحليل بتاع الشخصيه او تحليل بتاع التفكير. اول لون هو اللون البلو اللي هو analytical. الانالتيكال سكيلز دي يا اخواننا هو الانسان الزول اللي عنده a lot of blue يعني بلو حقه كتير، هو الزول الفيري data oriented وpractical يعني زول بيحب التحليل بيحب يحلل الحاجات بيحب الداتا بيحب يشوف بيراجع الحاجات ما بحب الكلام الخيالي بحب الكلام الواقعي كتير. أكتر حاجة بتعلم منها والوظائف ممكن يشتغل فيها كويس هي الوظائف اللي فيها engineering, data analysis, software. يعني مثلا محمد أخوي عنده very big blue هو شغال programmer ما شاء الله عليه وربنا موفقه جدا. ليه؟ لأنه أي مشكلة عنده حل وبيعمل لها research. يلا الناس اللي عندهم blue كتير خالص من غير ما يحسوا أحيانا بيكونوا very argumentative في الشغل. argumentative يعني argumentative بتناقشوا جدال بيحدوا شديد في النقاش لأنه البلو سايد حقهم بيورونا أي حاجة صح وغلط. أنا صح أنت غلط بس كده انتهينا. كما وافقت بيزعل منك عديد بيزعل منك. وبالمناسبة أنا بقول لكم السودانيين فيهم a lot of blue يعني أنا ما كنت عارف لأنه ما كنت اشتغلت مع الشعب السوداني كتير، لكن حسي في الفترة اللي فاتت مما بدأت سودان نيكشن بدأت أتعرف أكتر وبيجيت شايفة بقول لهم يا خالد سودانيين ما كلهم لكن في مجموعة كبيرة عندها strong blue يعني they argue وبتناقشوا بحدة شديدة كأنه أي حاجة black and white صح غلط ممكن يزعل منك عشان أنت ما وافقت على رأيه. فأنا بقول لكم الكلام ده ليه، لأنه أنت لو في أي زول سامعني حسي وعندكم strong blue عشان تشتغلوا عشان ربنا يوفقكم إحنا محتاجين البلو. البلو ده مهم جدا بالمناسبة التحليل، لكن ما تخليه يحب so much بحيث إنه يعني انت بيجيت يا صح يا غلط يا لازم، لانه ده ما حيكون في التيم ورك بالطريقه دي. اوكي فده البلو. اليلو انا عندي a lot of yellow مثلا انا عندي تقريبا قدر اليلو هنا ده عندي 50% يلو. الناس اللي عندهم يلو ده الناس الافكار والناس الايدياز دائما عنده فكره جديده دائما عنده حلم جديد، الناس اللي عندهم رؤيه كبيره الناس اللي عندهم بيحبوا يجربوا حاجات جديده نجرب كده دائما ما بخافوا شديد يعني very imaginative كويس. بيحب عندهم intuition يعني يقول لك والله انا بس قلبي حاسس انه الحاجه دي ممكن يكون فوق خير لنا تعال نجربها. فالناس اليلو اللي بيسمعوني حاسين دي حاجه جميله جدا جدا لانه ديل الناس اللي في التيم بيجيبوا الافكار طب ما ممكن نحلها كده طب ما ممكن نجرب كده يا اخواننا. المشكله تفتكروا المشكله ممكن تحصل شنو؟ الزول اللي عنده يلو شديد خالص في التيم عنده too much yellow ممكن يأثر على التيم كيف؟ يلا وروني. ممكن يكون demanding عنده يعني داير energy كتيرة من التيم ممكن يكون يعني ما بيخلي التيم هي يكمل حاجة يعني كل مرة
ممكن they can jump from another idea to another وكذا يعني. يلا بشتت التيم تشتت بالضبط بالضبط. يلا الزول ده في حياته بتشتت وبيشتت الناس اللي حوله. ليه؟ لأنه هو إنسان بيبدأ حاجات كثيرة لكن ما بيعرف يكمل. عنده البداية لأنه ما بينوم من كثر ما هو عنده أفكار رهيبة. أنا عارفة كلكم عندكم الحاجة دي صحيح إخواننا، يعني الكلام اللي بقول لكم ده كلام واقعي. أنا ذاتي عندي يلو، يعني أنا 50% يلو، يعني من ناحية أحلامي وأفكاري أنا كلي أحلام وأفكار خالد دكت الخيره. الشخص اللي قال ما تشتت دي هو دي مشكلته، عشان كده قال لي لي. لكن يعني أنا الحاجة دي بس درديها لكم لأنه علم علم علم. لكن يا سالي طبعا في يعني الكلام ده زي ما نقول ديبيتابل، لانه في اس الكونسيبت بتاع المالتي بوتنشيالايتس اللي هم الناس اللي بيكون عندهم يعني مور ذان وان باشن ودي كان اتشيف ان اكسل في كل واحد منهم يعني. وفي امثله كثيره في التاريخ، ناس ليوناردو دافينشي وبتاع زول بتلقيه كان استرونوت وكان ارتست وكان ماثيماتيشن وكان ساينتست الى اخره. ففي ناس زي ديل يعني، برضو عشان الناس ما تفقد الموتيفيشن. هي كل واحدة من الحاجات دي احنا دايرينها، احنا بنتكلم على لما تكون too extreme. يعني مثلا يا اخواننا انا زولا عندي 50% conceptual، انا سودان نكشن دي مختلفة تماما من agility health ومختلفة تماما من الريال estate business اللي احنا عاملينه. فالافكار الكثيرة ما مشكلة، احنا بس بنقول في انك تبدأ too many things وما تكمل حاجة، دي الحاجة اللي ممكن لما انت تكون عندك too much yellow. احنا دايرين افكار ودايرين ناس بيحلموا ودايرين ناس عندهم multi dimensional no problem، ما دايرين الزول يكون مستقل في حتة واحدة. فكلامك صح، احنا بنتكلم على الحاجة دي لما تزيد عن حدها ممكن تأثر عليك في شغلك او في حياتك كيف او في التيم، انك تلاحظ انك انت فعلا بدأت تدي الناس افكار 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 لكن ما بتخليهم يخلصوا، انت ذاتك في حياتك بتبدأ مشروع 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 وما بتكمل اي واحد فيهم. فدي الحته اللي have to watch for it، يعني that's the negative. الحاجه الرابعه الثالثه هي السوشيال، ممكن اخش لكم في السوشيال. معليش ارجع لنا بس في اسئله قالوا انه البلو لسه ما وقعت لهم، فبس معليش ارجع لها وامشي للسوشيال. البلو دي الناس اللي بيحللوا وديتا اورينتد واناليتيكال، الناس اللي لازم تقنعهم، اقنعني وريني بالبروف بالفاكتس، وريني زول تاني عمل حاجة دي. يعني mental analysis و what is analytical mean بالعربي؟ تحليل. أيوة. يعني مثلا عارف لو عندك ده تشتري لك مثلا software عدها لزول مثلا بيعرف blue لأنه بيمشي هيحلل لك يشوف لك، لأنه مثلا يكون فيه 10 software ليه دي أحسن من دي ودي أحسن من دي ودي ممكن تعمل لك شنو ودي ما ممكن تعمل لك شنو ودي سعيرها كم ودي ما سعيرها كم، فشوف النهاية بيقدر يحلل لك العشرة ده كلهم مع بعض وطلع لك أحسن واحدة من ناحية السعر، من ناحية الفانكشناليتي، من ناحية البرفورمانس، من ناحية هاي دي كلها. يعني بيعملوا ريسيرش وبيحبوا الداتا وشاطرين شديد. وبالمناسبة الحاجة دي زي ما قلت لك دايرينها، دايرين الناس اللي بيعملوا ريسيرش واللي بيحبوا الفاكس واللي بيشوفوا اللي تقال شنو ما تقال شنو في الحاجة دي، لكن احنا ما دايرينها تكون اكستريم بحيث انهم يكونوا بلاك اند وايت صح وغلط. يعني بيجت you have to follow الحاجة اللي هم قالوها لأنه هم عملوا على research وما flexible anymore. فدي المشكلة في analytical brain. لكن مثلا أنا حسي كان عايز أوظف لي engineer programmer I look for analytical. يعني أنا ما عندي ناس شغالين software developers معي في الشركة، بفتش الناس analytical. لو أنا عايز زول يعمل لي reports و research و accounting بلقى لي ناس analytical بخطهم في الوظيفة دي. فهمتوا قصدي؟ فيعني هي كل وظيفة وكل مجال عنده بعض الألوان دي اللي بتنفع معه أكتر. نعم، هو طبعاً بس دوم قاعد عليك يا سالي، الحاجة دي يا شباب اللي هي تحليل الشخصية بتاعتك، أنت يعني تمشي تقعد مع نفسك وتشوف أنت في أي فيها، هل أنت عندك لون أزرق كثير في شخصيتك؟ اللون الأزرق معناه أنت زول بتحلل، يعني أنت بتعتمد على البيانات، وعندك الحاجات يا أبيض أو أسود، تمام؟ ده انت هنا بتنفع تكون مبرمج بتاع كمبيوتر، تمام. نجي للحته بتاعت الاصفر اللي هي دي، انت زول يعني عندك كل يوم عندك افكار جديده، دائما بتدي عندك حل لمشكله، يعني اي مشكله حصلت انت عندك لها حل، عندك لها فكره جديده وطريقه حل جديده، تمام. ده برضو مرغوب به في التيم، لكن السلبيه بتاعته ما اي واحد من الالوان دي اللي ما عنده سلبيه وعنده ايجابيه.
السلبيه بتاعت اللون الاصفر حسب ما سالي قالت انك انت بتكون شنو في تشتت لما تكون انت الحاجه دي كثيره في شخصيتك بتشتت. يعني زي سي واحد قال انا مشترك في كورس في كورسيرا ومشترك في شنو وما قادر اكملهم، فدي واحده من كويس انك انت اشتركت في الكورسات دي حاجه جميله وحاجه، لكن كملهم يعني او ابدا في واحد وكمل مثلا واحد. انت بتحب الكتب مثلا ما تمشي المكتبه تشتري ثلاثه اربع كتب، اشتري كتاب واحد تعال كمله امشي اشتري الثاني. ايوه فهي القصه دي يعني انا بس بوريها لكم لانه الوظائف الشغل التيم ورك وحتى لروحك حتبدا تكتشف. يعني انا شخصيا ما بعرف ما اقدر اشرح لكم، اشتغلت في موضوع اليلا وده كثير في روحي انه ما اشتت الاتيام حقتي لما ما اشتغل بحاجات كثيره وما اكملها. فالحاجه دي زعلتني شديد. السوشيال هحاول اخلص لكم بسرعه معلش طولت شديد. السوشيال هو الجزء من تفكيرك اللي هو بيحب الناس، بيهتم شديد برأي الناس في الحاجة شنو. يعني مثلاً إحنا كان عايزين نعمل حاجة حنشوف الإمباكت حقها على باقي الناس شنو. يعني أنت بتكون عارف الناس حاسين بشنو، الزعلان منو، المبسوط منو. Very empathetic. Empathetic يعني بيحس بالناس التانيين. بالعكس الزول ده بيحب يفرح الناس، بيحب يجيب positive energy للناس. يعني بتلقى دايماً التيم لما يكون فيه زول زي ده بيلطف الجو، بيلطف يعني. فإحنا محتاجين عشان الناس يشتغل مع بعض في التيم، محتاجين الناس اللي عندهم social data. لكن برضو لما تزيد عن حدها، لما تكون كثيرة، ممكن تبدأ دراما اللي هو نتكلم على بعض، نبدأ ننبش في بعض، نبدأ نحكم على بعض. فالزول برضو لما يكون عنده too much social أحيانا بتزيد عن حدها وبتعمل في التيم dynamics negativity، يعني لأنه الناس كلامها كثير على بعض، عرفتها، بدل ما تكون healthy. فأهم شيء للناس اللي عندهم too really strong social إنك أنت دائما داير التيم ده يكون positive، يكون ال dynamics between them positive، وتوقف اللي احنا بنسميها weed planting اللي هو ننبش في بعض، نتكلم على بعض، نشكك في بعض. ما دايرين كده احنا، يعني زول عنده مشكلة مع زول اتكلم معه directly، ما نمشي نتكلم ورا بعض. الحاجة الأخيرة هي structural اللي هي green. ديلا أنا بحبهم جدا لأنه لما يكون عندي شغل لازم يتنفس، لازم ألقى الناس الجرين. الجرين اللي هم زي ما أنت وردني حسي يا ياسين، يعني أنت لما أول ما وردتني أنك أنت عندك checklist وعندك checklist دي منظم فيها ولازم تكملها كل يوم ومنظم جدا في طريقة شغلك وعندك planning وبتحب الguidelines، بتحب الrules والguidelines. ديلا ناس very structural كويس. ده خالد، دي الامرجينيكس حقت خالد. شايفين خالد زوجي؟ شوفوا الجرين حقه قدر شنو. شايفين خالد ده زي يمكن. ايوه بعدين شوفوا اليلو، انا يلو، انا كلي، انا نصي يلو، خالد دي اليلو حقته وده الحمار حقه. فديس از خالد. فخالد الوظيفه حقته شغال فوق احس اللي هو اكاونتنج وفاينانس مانجر، ممتازه معه شديد لانه دقيق جدا. حسي ممكن اوريك الليستات حقته اللي خدتيها، منظم جدا. يلا شنو المشكله حقت الجرين؟ يعني لما تزيد عن حدها هي شنو يا خالد؟ لو زادت عن حدها شديد يعني ما بتشتغل بالمشاعر كثير. لو ما في رد ما في رد يعني بيقولوا بيكونوا ناس احيانا لو ما عندهم رد تبقى عسكري بس. ايوه يعني ممكن يرسل له ايميل اقول له يا خالد شوي خد شويه حنيه في الايميل ده، الايميل ده كان جدي شديد، كان جافي، وليه ما خلاص وريته ما حاصل شنو. بقول له لا نقط فيها شويه رد، رشها بشويه كده يعني طعيمه يا اخي، ما تخليك جدي شديد. الحاجه الثانيه برضو الزلمه من يكون very green احيانا they don't like change، يعني ما بيحبوا الريسك تيكينج والحاجات المختلفه شديد والافكار. فاحيانا الجرين مع اليلو بتلقى فيه شوية، لأنه اليالو ده داير يعمل ويعمل ويعمل، والجرين بيقول لك ده حدي بالك شوية كده خلينا خطوة خطوة. ف hopefully إن شاء الله الحاجة دي تكون شوية فادتكم. عندي سؤالين هنا. أنت أصفر كثير وخالد أخضر كثير. أنا أصفر أحمر، أنا أصفر أحمر، أنا تقريبا اللي أنتوا شايفينه ده قريب جدا من ال هنا من البروفايل حقي أنا. وخالد يا هندا شفتك. السؤال الثاني، واحدة سألت في الفيسبوك قالت لك ممكن الحاجات دي كلها يكونوا في شخصية واحدة؟ أيوة في ناس إحنا كلنا يعني إحنا أي زول هنا بيسمعني عنده كلهم. السؤال هو أنت أكتر حاجة ميولك على شنو؟ في بعض الناس زي كده عندهم حاجتين رئيسية الباقيين خفيفين. في ناس كواد أربعة ربع ربع ربع، يلا المشكلة بتاعت إنك تكون ربع 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 دي إنه
ما بتقدر تقرر بسرعة لأنه بتفكر فيها من ناحية بتفكر فيها من ناحية بتفكر فيها، فشوي القرار بيكون صعب لأنك بيكون خاطئة وازنة زي ما بيقول وازنة بكل الجهات، فحين ما بتكون عارف تمشي لقدام. لكن كلنا فينا الأربع ألوان دي. السؤال الرئيسي هو يعني إنك بس تتعلم تكون عارف أنت وين، وإنك تتأكد مثلاً إنك ما تمشي too extreme في كل واحدة فيهم. وفي حاجة لو ما بتعرف تعملها كويس، يعني مثلاً أنا ما عندي green، الgreen حقي 3%، لكن عشان أنظم الشغل في سودان next gen شغلي كله green. يعني أنا اللي بنظم الناس، أنا اللي بعمل الميتينجز، أنا اللي بخط الأجندة، أنا اللي برسل الميتينج نوت، الشغل ده كله green. وأنا يا ياسين ما عندي green، أنا عندي 3% green، لكن ما في زول حيعرف الحاجة دي فيني، حيفتكروني سالي دي منظمة جداً 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 لأنه أنا في حياتي تعلمت الgreen وبقيت حاجة أنا شغالة عليها. فهمت قصدي؟ يعني أنت ما حتتخيل أنه سالي عندها 3% green لأنه أنا المنظمة الشغل كله. لكن شنو؟ ما بحب الشغل ده، يعني أنا ما عندي ميول تجاهه. لو في زول تاني بيعمله طوالي حخليه هو اللي يعمله، لكن لو ما في زول بيعمل فيه وأنا بعمله. وطبعا تخيل الحاجه دي ذاتها التحليل الشخصي ده بيريحك في عشان تختاري التيم بتاعك، تشوفي الزول في التيم المكمل لك شنو. انت عندك مشكله في الاخضر بتجيبي زول في الاخضر، بتجيبي تخلي الفكره واضحه لكم يا شباب. الزول عنده سؤال وضحت لكم. ايوه طيب الكلام ده بيفرق شنو على ال 16 بيرسوناليتي تيست؟ شنو ال 16 بيرسوناليتي تيست؟ ما عارفه دي، ما عندي عنها فكره. اوكي تمام اوكي. I'm so sorry. يا ما عندي عنها فكرة. هنا بس كنت هحكي لكم انه انا لما بديت الشركة حقتي قبل 11 سنة، امريكا كان في حاجة اسمها Great Recession، كانت falling apart، كانت امريكا منتهية، يعني كان ايام اوباما اول ما بدأ. وانا كنت يارا دي كان عمرها زي 4 سنين وكنت حامل بشريف. فبس يعني كنت عايزه اوري الناس انه، لانه في ناس بيقول لك انا ما ادري ابدا بزنس حسي الامور ما كويسه، يعني مذكر تكلمنا على الفيكتيم هود. الفيكتيم هو انه يعني الحاجات حصل لي ده ما الوقت المناسب. انا لما بدات الشركه لا، الدنيا كلها كانت هنا بايظه، كان في كميه من اللاي اوفز، الناس كلها بتفصل في الناس، والجول حقي هدفي الوحيد كان في اول سنه دي انه بس يا ربي السالري حقتي دي اللي انا بعمله الدخل اللي بعمله ده بس خليني اقدر اعوضه في الشركه الجديده دي. وكنا انا وخالد حجينا عملناه طوالي بعد الحج. لكن الحلم ده اللي هو يعني كان في Agile Transformation في 2009 بدأنا بنفرين، بعد شوية في 2011 بقينا 10 وعملنا AgileVideos.com، يعني ضفنا product جديد. كان في الأول بس training، يعني الحاجة اللي بدأنا بها بس كانت تدريب واستشارة. بعد شوية قلنا لا ممكن نعمل فيديوهات، بعد شوية قلنا لا ممكن نضيف نعمل لنا software platform نقدر نبيعه. طبعا حصل COVID وللأسف أول مرة أفصل ناس من الشركة وفصلت ناس، وحسيت إحنا بقينا تقريباً 65 في الشركة. فالحاجة الرئيسية الوالدة أمي دكتورة سعادة أحمد علي، فأنا دائماً بقول behind every strong woman there's a stronger one، يعني وراء كل امرأة قوية امرأة أقوى منها. وهي أمي حسي كانت جات حخلات أعرف عليكم، لكن أمي يعني هي اللي دخلت فيني عدم الخوف، إنه الإنسان يكون عنده أحلام كبيرة ما يخاف من الحلم. يعني أنا سودان نكس جن ذاته حلم كبير وحلمنا كلنا، يعني أنا ما بشوف حلمي أنا كونك تقدر تساعد بلد، ده حلم كبير. فأنا دايماً أحلامي كبيرة وجريئة، لكن بتبدأ بإنك أنت to believe in yourself، يعني تعرف إنه رب العالمين ده ممكن يصدق يوفقك، وأي حاجة أنت محتاجة موجودة جواك بالمناسبة، لكن you have to find it، وتشيل كل الغبار الكثير بتاع إنك ما حتقدر وعدم الثقة وكلام الناس والحاجات دي كلها. يعني you have to believe in yourself. أي حلم عشان يتحقق لازم يكون فيه team، لازم to build a strong team، لازم يكون في team ممكن يساعدك. الزول براه ما بيقدر، اليد الواحدة زي ما بقول ما بتصفق، فلازم يكون في team strong. ولازم تعمل موضوع الـ experimenting والـ learning اللي هي تجرب، جرب وتعلم، جرب وتعلم، ما تقعد تخطط 3-4 شهور 6 شهور وتخاف من البداية. أنا عارفة في ناس كثيرين حاسة عندهم أحلام لكن هم بيخططوا فيها لكن خايفين. اعملوا experiments، جربوا حاجة بسيطة. يعني أستاذ هيثم معانا هنا، هيثم لو ممكن تتكلم على design thinking، يعني فكرة في design thinking إنه الناس تجرب وتعمل حلول صغيرة وتتعلم منها. لو هيثم لسه معانا. هيثم معانا. كيف يا سالي؟ يتكلم عن design thinking؟
لا الاكسبيرمنتنج يعني الاهميه انه لها الانسان يجرب ويتعلم يجرب ويتعلم في حاجات صغيره في جرعات صغيره قبل ما يعمل الحاجه الكبيره. طيب انا اللي يبدو اليوم من وين في النص كده الحته بتاعه النزول والله التجربه جات اثبتت لنا ما انت في الـ في الـ في الديزاين ثينكينج عندنا حاجه بسموها البروتوتايب. البروتوتايب اللي بتعمل لك نموذج اولي, بعد النموذج الاول بتعمل لك تيستينج. تيستينج ده عشان تعرف انت النموذج اللي انت خدته ده ناجح ولا ما ناجح. الحاجات اللي انت بتتخيلها لنفسك لو ما خدتها في اختبار ما حتعرف هل الحاجه دي يعني انت حتقدر عليها ولا لا. بتذكر زمان لما احنا صغار تشوف كابتن ماجد بيشوت الكره تقول له ما نمشي الميدان هعمل الحركه دي, لكن لما تمشي في ارض الواقع وتعمل تيستينج للحاجه اللي انت خدتها ده بتفشل لانك انت اتخيلتها من غير ما انت تجرب. فعشان كده من المهم جدا انه انت عندك بلان, عايز تعمل لك خطه معينه, عايز تعمل لك شيء معينه. اول حاجه تبدا حاجه بسيطه تجرب, تجرب به اذا كان دار تخش السوق تجرب, اذا انت كنت دار تدرس بتشوف. يعني مثلا انا دار اقرا بكون بخطه لنفسي بلان, انا والله حدرس مثلا نص ساعه حقرا لي 30 ورقه هكذا. انت خطيت الحاجه دي لكن ما جربتها انت بتقدر ولا لا؟ فعشان ما تفشل وتحبط فانت لازم تقعد مع نفسك تخط الإمكانية بتاعتك في أنك أنت تنجز الحاجة دي في حاجة صغيرة في هدف صغير تنجزه, بعد ذلك تبدأ تتوسع فوقه. دي حس حاجة حاليا الناس بدأت بيستخدموا لهم مصطلح النيو نورمال. أنت بالنسبة لك الطبيعي كان أنك تقرأ ورقة في 20 دقيقة, حسي بعد شويتين النيو نورمال أنك تقرأ 20 ورقة في 20 دقيقة وتتوسع وهكذا وهكذا. دي بس الحتة اللي أنا ممكن أضيفها في الحتة بتاعت إنه الزول يخط له هدف صغير. الهدف الصغير يعني زي بروتوتايب نموذج أولي يختبره نجح تزيد إلى أن تصل للجولز بتاعك بصورة كبيرة. دي عشان تتفادى حتة إنك أنت تخوض هدف كبير تستك به من غير ما أنت تجربه. فالمايك لك يا سعيد. حلو شديد, شكرا لك يا هيثم. فالكود ده هنا من نيلسون مانديلا بيقول لك I learned that courage was not the absence of fear. أنا تعلمت بأنه الكوريج بالعربي يعني شنو ساعدوني؟ Courage. الشجاعة, أيوة. أنا تعلمت إنه الشجاعة is not the absence of fear, إنه أنا ما عندي خوف, but the triumph over it, لكن قدرتي إني أتغلب على خوفي. The brave man or woman is not he who does not feel afraid. يعني الرجل أو المرأة, طبعا ما خدت المرأة لكن هاخدها, الرجل أو المرأة اللي who does not feel afraid but who conquers that fear. يعني القصة كلها هنا هي التغلب على الخوف, مش عدم وجود الخوف. يعني الخوف موجود لكن التغلب على الخوف. فأنا يعني الناس دائما بيقول لي أنت لما بديت الشركة حقتك دي كان هدفك شنو؟ في ناس كثيرين بسمعهم بيقولوا أنا بدي أكون مليونيرة أو عايز أكون مليونير. عايزاكم تكونوا عارفين إنه أنا أصلا ما بديت طريق ده عشان أكون مليونيرة. يعني القروش جات لكن أنا هدفي كانت الحاجة اللي قدامك دي. يعني this is the جزء من التيم حقنا. دائما هدفي إنه to make an impact, إنه أنا أغير في حياة الناس, أغير في الشركات. يعني أنا بالنسبة لي فكرة إنه يكون عندي positive impact, فعلا أقدر أعمل تحول في شركة كبيرة زي American Express ولا Bank of America ولا في حياة الناس الشغالين معي, دي أكتر حاجة يعني بتفرحني شديد. يعني بحس كده إنه يا سلام إحنا أنجزنا حاجة. لما يكون عندي customer client, customer بالعربي يعني شنو, زبون أو عميل. لما يكون عندي عميل ويجي ويقول لنا والله أنا داير كده 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 ونقدر فعلا نساعده ونحل له مشكلته, يعني والمشكلة تتحل بطريقة كويسة بطريقة professional. أنا برضو بشوف إنه إتقان العمل, يعني ربنا يعني أنا إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. إتقان العمل ده وإنه العمل يتعمل بطريقة يعني ممتازة خالص وبحب وبإخلاص, دي بالنسبة لي الله أهم حاجة كمان برضو في الشغل. فعشان كده بسميها lead with love. فيعني الحب في التفاني في العمل والحب في الإخلاص في العمل وحب الناس وحب العميل نفسه هو اللي بيخلينا ننجز حاجات حلوة شديد ورهيبة وبكواليتي عالية بحاجة تشرف الزول. يعني دائما بقول لي خالد يعني أنا دايرة الشركة حقتنا هنا ما في زول يعرف إنها شركة مثلا عربية ولا حق السودان, تكون شركة زي أي شركة أمريكية. أنت تتعامل معانا كأنك شغال مع بالعكس شركة يعني أمريكية هاي كلاس. فأي زول يبدأ حاجة لما يعملها من قلبه ويعملها بتفاني ويعملها بكواليتي مبالغ فوقها, السكسس بيجي والقروش بتجي والتوفيق بيجي.
فدي انا بس حعدي من الحاجات دي كلها هنا، دي كانت المشاكل اللي حصلت. وبعد كده ممكن اخش لكم في السودان نيكست جن. قبل ما تمشي للسودان نيكست جنريشن سالي، المشاكل دي مهمه، المشاكل دي مهمه يا سالي، لانه بنتعلم منها برضو يعني حاجات يعني. المشاكل اللي حصلت لنا اوكي ايوه مهم جدا. انا بس عايز قبل ما تمشي للسودان نيكست جنريشن بس ادينا سيناريو انك انت جيتي يعني شركه وغيرتيها للافضل، التغيير كان شنو وكيف يعني؟ واو عندنا قصص كثيره شديد. يعني مثلا بلو كروس بلو شيلد اوف نبراسكا دي واحده من الشركات حقت الانشورنس اللي عندنا هنا ده في اوماها، ولما بدوا معانا رحلتنا معهم كانت زي 5-6 سنين. لما بدوا معانا ما كانوا عارفين كلمه اجايل هي ذاتها شنو يعني. كان عندهم بروجكت كبير ملتي مليون دولار بروجكت، وقالوا لنا it's failing يعني البروجكت بتاع سنتين ده وباقي له بس 4 شهور وفشل يعني فاشل. وقال لي البزنس زعلان مننا، احنا ناس التكنولوجي وناس البزنس زعلانين مننا الشديد. يعني لما احنا جبنا لهم اجايل في خلال 4 شهور، هم شغالين في سنتين، احنا في 4 شهور حولنا البروجكت turned it around يعني زحيناه تماما من الفشل الى السكسس في 4 شهور. هو كان عندهم سنتين. يلا الحاجة اللي أنا فخورة بيها حسي إنه ده كان one project. أنت حسي لما تخش الشركة حقت Blue Cross Blue Shield دي شركة كبيرة عريضة، أي team في الشركة دي بيستخدم Agile كلهم. ال HR department knows Agile. بتذكر حتى في مرة كانت ماسكة ال HR قلت لي أوعيك تخطي لنا الحاجات دي في الحيط، ال big boards اللي قلت لكم عليها، إحنا بنستخدم visual boards دي ما تخطيها في الحيط حقتنا. حسي ما في حيطة ما فيها board، والمرة دي انفصلت. فيعني يعني بس قصدي شنو، إنه التغيير اللي حصل في الشركة دي تغيير جذري. وقالوا هم نفسهم CEO، أخذت لنا فيديو، عمل فيديو قال we will never go back to our old ways of working، إحنا لا يمكن نرجع للطريقة اللي كنا بنشتغل بها. قال يعني ال transparency الشفافية أجابت لنا الطريقة الجديدة دي اللي هي الأجايل دي. قال هي بالعربي قال زي كأنه في شمس اتفتحت لما كان في ظلام. يعني قال احنا كنا شغالين قبل كده في ظلمة، ما في زول عارف التاني شغال في شنو، ما في زول عارف الأتيام دي كلها شغال في شنو. قال فجأة بهنا كلنا موحدين، كلنا aligned، كلنا شغالين في نفس الطريقة. فthis is just one example. احنا الشركات التانية اللي بتشتغل معنا هنا شركات كبيرة شديدة، الأسامي اللي انتم بتعرفوها هي نايكي بتاعنا الجزم، نايكي بتعرفوا Discover، American Express أساميهم مشهورة، Bank of America، دول كلهم customers يعني. بعدين بيجي حسي السنة الجاية حنتوسع في أفريقيا وفي South America و South Africa، بيجوا عندنا customers هناك. فالحمد لله يعني التوسع حاصل ما شاء الله تبارك الله. والشركة دي يا شباب عملت الشخصية اللي قدامكم دي سالي العطاء وزوجها خالد، يعني حاجة والله يعني حاجة مفخرة يعني مفخرة جدا. الله ما شاء الله والله يا بالتوفيق من رب العالمين. Very proud of you. Very proud of you. ما شاء الله عليك. بالتوفيق من رب العالمين. إن شاء الله ربنا يوفقكم كمان وكمان يا رب. الله يخليك. إن شاء الله بإذن الله. يلا نحن حنمشي لك طوالي على سودان نيكست جنريشن. سودان نيكست جن تمام. أوكي أنا حمشي لكم على سودان نيكست جن. لا ياسين نحن دارين نسمع برضو عن الفيليرز والديفيكولتيز لأن دي مهمة جدا، ويعني people can relate to it يعني في أكتر من حاجة. يا ريت يا سالي. الفيليرز دي كثيرة كثيرة. واحدة فيهم كانت لما ضربوا لي وأنا عمري 18 سنة وقالوا لي البيت يا سالي العطا، are you Sally Alara؟ قلت لهم أيوة. قال لي عندك بيت في الحته الفلانيه؟ يس. قلت لهم يس. قال لي اتس فلودينج وذ واتر، المويه كلها جايه طالعة من برا البيت. شايفين المويه جايه طالعة من برا البيت؟ قلت لهم قعدت ارجو كيف يعني ده شنو ده شنو. فالاول لسن لي انه لما دخلت في الريل استيت انه انا اي هايرد ذا رونج بيبل، يعني كان عندي اقول لكم سذاجه كده، سذاجه في اختيار الناس اللي حشتغل معاهم. كنت بريئه جدا جدا يعني ما بظن في أي زول أي حاجة يعني، بس بديهم الشغل يعني بديهم القروش وكده. فقروشي كلها ضاعت. فكان ممكن جدا sorry لحظة بس أكثر sorry ده الجرس ضرب فصوته عالي شديد. ممكن أي زول في محلي كان يقول أنا ما حخش في real estate تاني. فأنا بس حبيت أديكم المثال ده لأنه أصريت عليه وأنه لا لازم نعمل real estate تاني، لكن نعمل بطريقة أحسن. فأنا ما داير زول فيكم لو حصل له failure يقوم يخاف من الحاجة كويس. الـ layoffs لما اضطريت أفصل الناس السنة الفاتت دي، فصلت ناس كثيرين،
ما بقدر أقول لكم أنا تحطمت كيف، يعني قلبي وجعني وتحطمت وحسيت إنه يا أخي أنا فشلت يا أخي، أنا شنو يعني كيف أكون ليدر وأكون زالي الليدر الرهيبة دي وأنا أكون ما قادرة أمشي الشركة دي والناس دي الناس كويسين يعني اللي فصلتهم ديل. وجعلي قلبي شديد، واحد فيهم كان سوداني، يعني قلبي وجعني شديد. فحسيت كده باكتئاب وجاتني فترة كده بتاعت يعني عدم ثقة في نفسي، ولكن يعني رجحت لرب العالمين وصليت كثير ودعيت وحاولت يكون حولي ناس positive، يعني الناس اللي حولي بدوا يرفعوا في معنوياتي. وكانت حاجات صعبة، يعني إحنا يعني الحياة اللي عملناها دي، أنت لما تكون في بزنس بعدها لازم تقرر قرارات صعبة جدا جدا، قراراتك ما كلها سهلة، فالقرارات حتوجع لك قلبك، لكن في الأخير أنت ما ممكن ما تعملها. يعني لأنه أنا لو ما كنت فصلت الناس دي decrease the expenses حقتنا كان الشركة يمكن ما تقدر تستمر. فالفترة دي كانت صعبة، لكن it's okay sometimes إنه أنت تحس بعدم ثقة في نفسك ولا تحس بإنه في فشل، برضو وقفت منها والحمد لله الحمد لله. حسي يعني مع إنه كان عندنا two quarters الريفينو حقنا كان واقع شديد في أمريكا، لكن حسي الحمد لله يعني في quarter fourth quarter ده اللي هو آخر الشهور دي عملنا الgoals حقتنا، وإن شاء الله السنة الجاية شايفين إنها حتكون أحسن بكثير. لكن الكوفيد يعني كان عنده امباكت كبير. الحاجة الثانية إنه أنا قدمت لي لجرانت من الحكومة الأمريكية لسودان نيكست جن $2 مليون. الجرانت ده اللي هو المنحة دي كانت هتخلينا تجينا $2 مليون نقدر نصرفها في الكلام اللي انت كنت بتقول فيه يا أنوار، يعني بيسموه democracy transition اللي هو التحول الديمقراطي. كنا حنشتغل مع ناس لجان المقاومة وندربه ونعمل train the trainer، نخلي الناس يعني ما تتخيل. أنا كنت so excited في الموضوع ده كيف، وخدت كمية من الشغل في البروجكت بروبوزل والاستيميت، وطبعا يعني هنا كمان بفسروا لك الحاجة بطريقة مبالغ فوق. أنا عرفت الناس ليه ما قاعد تقدم لمنح، لأنه الدوكيومنتيشن حقتها كده خرافة يعني، وقاموا they denied us، رفضوا لنا بعد ما احنا عملنا وأنا بصراحة كنت متخيل إنه مستحيل يرفضوا لنا بعد التفصيل الممل اللي احنا خطيناه ده. وكنت فرحانة للاثنين مليون دولار ده عشان الشعب السوداني، يعني قلت كده حنقدر يعني نساعد الناس ونعمل upskilling ومنكم بنتكلم ساي نعمل حاجات كثيرة on the ground وكده. فبرضو عمل لي إحباط شديد، لكن قمت قررت إنه بعد كده لا، لازم نشتغل مع professionals، يعني we have to apply for more grants ونجيب professionals. فأنا بس الهدف حقي كان من السلايد ده إنه أي إنسان في حياته حتقابله مطبات وحتقابله إحباطات وحاجات كان بتأمل فيها شديد، لكن ما نخلي الدبريشن والدبرسة هي اللي تملكنا، لأنه في الآخر زي ما إحنا قلنا العقل والتفكير هو اللي بيمشي زول لقدام. فما تخلي عقلك يدخلك في الحته حقت الدبرس الشديده اللي هو انت خاص بقيت ما قادر تمشي لقدام. اخذ لك يومين ثلاثه ما في مشكله، لكن زي ما الامريكان بيقولوا dust yourself off and stand back up again، يعني الواحد يقف على حلو ثاني. فبس دي الحاجه اللي كنت حقولها هنا. ممتاز ممتاز جدا. سودان نيكست جن، انا ما كان عندي علاقه كبيره مع المجتمع السوداني، اكون صريحه جدا معكم. انا حياتي كلها كانت مركزه هنا في شغلي وفي البزنس ده، وكنت بسمعوا إنه المجتمع السوداني يعني فيه مشاكل كثيرة وناس بتتكلم على بعض وكلها سياسة وكلها حزب الفلاني والحزب الفلاني والدين وحرام وحلال والناس بتحكم على بعض. فبصراحة كده يعني معظم البروفيشنالز اللي هنا يعني زيي بيقوموا ما بخشوا، ما بنخش في الجاليات، ما بنخش الاجتماعات، ما بنمشي، يعني بس كل زول كده بيكون قاعد في حاله. فقامت هنا في أمريكا بدت حاجة اسمها سابا اللي هي السودانيز أمريكان public affairs community، والcommunity دي كتر خيره من الشباب اللي هنا ديلا اللي انتو شايفينهم ديلا هم اللي بدوا سابا. يلا سابا دي خلقت لنا حتة كده هنا في أمريكا جميلة جدا جدا بأنه السودانية هي تجمع الجاليات السودانية ما الجاليات الامريكان professionals، يعني professionals هم يعني التقنيين في أمريكا، يعني المهنيين المهنيين، ايوه تجمع المهنيين في امريكا، احتضروا زي تجمع المهنيين حقكم. فسابا دي انا حبيتها شديد وبدات اقابل في باقي الشباب والناس، فدي الحاجه اللي خلتني ابدا ارجع للكوميونتي واتعرف على الكوميونتي واحس ان انا عندي دور في الكوميونتي. فده كله حصل طبعا قبال الانقلاب والحاجات اللي حصلت في السودان، الثوره. فقامت الثوره لما جات
يلا بدنا نتابع في الحاجة الحاصلة عندكم دي في السودان. وطبعا ما في إنسان متهزة، يعني ما في إنسان قاعد برا متهزة. وما تنسوا إنه أنا أبويا في نفس اللحظة دي كان للأسف يتوفى في شهر 2، وأبويا كان مناضل. يعني أجان بس عشان أذكركم بالقصة، الوالد كان من 29 المفروض يدعمه، هو كان رقم 29، طلع من السودان مناضل ووقف، هو أول زول وقف للبشير وقال له الجيش ما حيتسيس. مشهور بالكرم وبالطيبة وبالشجاعة. ولما في نفس الوقت ده كله الحاصل قام هو توفى، أنا بجد حسيت كده إنه أنا لازم أعمل حاجة. يعني what am I going to do, how am I going to help Sudan. فقمت يا هو ضربت لي أمل نورين صاحبتي في السودان وقلت لها يا أمل نساعد البلد كيف، إحنا الناس البلد نساعد البلد كيف. فقامت قلت لي يا أخي الفكرة حقتك دي بتاعت إنه كل السودانيين يتوحدوا البر الخبراء ويساعدوا البلد، وإنه الأفكار والقروش والحاجات دي كلها تجي، فكرة ممتازة. الفيديو ده يعني بدأ ينتشر، عملنا الفيسبوك، مشيت اتكلمت في دي سي، عملت لي في قدام الكونغرس. فجأة مليون نفر حضروا الفيديو ده، مليون نفر حضروا الفيديو بتاع الجزيرة، ناس الجزيرة قالوا لي تعالي تكلمي. الكلام ده كله أنا ما كنت جاهزة له، ولا عندي له حلم ولا دايرة شهرة ولا بحب الشهرة بصراحة. لكن فجأة حصلت، يعني فجأة الناس بدت بتعرف في سودان نكشن وبتعرف عندهم أحلام يعني كبيرة. معلش مسامحك عبد الله، لو ممكن تاخذ روحك في ميوت تخلي منك يا عبد الله. فلما الموضوع يعني الحماس حق الناس زاد شديد، فقمنا عملنا تيم. انتوا سامعين الصوت يا اخوانا ولا لا؟ الصوت ايوه. اي فيهو دكتوره ندى ونوها ومي. عن اذنك يا سالي، ياسين لو قدرت تعمل بس and check to allow participants to unmute themselves في الميتنج سيتنجز. اوكي. اعمل لها and check على اساس انه الدائر يتكلم ممكن يرفع يده. تفضلي. معلش يا سالي. بس قصدي بدنا بالتيم، متذكر قلنا انه اي حلم كبير لازم يكون فيه تيم، فبدنا بالشباب الرهيبين انتم شايفينهم دول كلهم من جوا السودان ومن برا السودان. وعملنا المنصه، المنصه دي sudannextgen.com. انا قاعده هنا في المطبخ ده في الحته دي شغالة فيها لما كان بيحصل فضل الاحتصام، لأنه لما جات الفترة حقت فضل الاحتصام وإحنا بدأت تجينا الفيديوهات ومذكرين ده كان وقت العيد، أنا جاتني دبرسة. طبعاً وقفت الشغل، ما قدرت أشتغل لغاية حسنا لما أتذكر فضل الاحتصام ده بتمزقني عبر بصراحة. يعني كانت فترة صعبة علينا الشديد هنا، وما كنا عارفين إحنا هنساعد البلد بشنو. معليش ما قصدي أبكي، معليش، لكن بس أثرت فينا بطريقة مبالغ فوق. فأنا الحاجة الوحيدة اللي كنت ممكن أعملها أقدمها إنه ما أركز في الصور وما أشوف الفيديوهات، وإنه بس أبدأ أبني في المنصة. يعني بدأت أعمل في المنصة وأقول، أمي كانت بتجيني بتقول لي يا بنتي أنت في شنو والناس في شنو، بتعملي في منصة الناس بيموتوا في الشارع وكده. فقلت لها لا خلاص إن شاء الله الحاجة دي كلها حتعدي، وبعدين البلد حتقف لي قدام وحيكونوا محتاجين المنصة دي يا ماما. فأنا ما دير خلاص ما ترسلوا لي فيديوهات وحاجات زي دي. فبس كنت عايزة أقول لكم يعني المنصة دي منصة إلكترونية واتعملت في نص فضل الاحتصام، لأنه ما كنت قادرة أركز في أي حاجة تانية يعني. فعملتها، الهدف كان منها هي إنه كل الخبراء برا السودان يسجلوا روحهم ويوروا هم عايزين يساعدوا البلد بشنو. فالحمد لله حسي تقريبا في 520 اكسبرت من برا السودان ومن جوا السودان سجلوا، والزول بيسجل روحه براو زي لينكدين، يعني بتمشي هناك بتحضر الفيديو حقي وبتسجل روحك. الحاجه الثانيه هي في ناس كثيرين عندهم مبادرات، عندنا فكره كده، عندنا مشروع كده، عايزين نعمل كده، وكلهم بيرسلوا علي كانوا بالواتساب. فقلت لهم يا اخواننا نحمل لكم هنا ده منصه صفحه بتاعت projects، سجلوا فيها المشروع حقكم، لأنه المشاريع كلها تكون مشتتة كده ما حينفع، لازم يكون في داتابيس للمشاريع في حتة واحدة والناس تقدر تفتش فيها. فحسي الحمد لله في 200 مشروع تقريبا، 192 مشروع مسجل، وأي زول فيكم عنده مشروع يا ريت يمشي في المنصة ويسجله، بالذات لو investment. يعني حسي إحنا بقينا مركزين شديد في المشاريع الاستثمارية،
لانه اكثر حاجه احنا مركزين فوق احس انه نجيب مستثمرين من برا السودان انهم يستثمروا جوا في البلد ويشوفوا المشاريع هي شنو. فتسجيل المشاريع دي وانه نعرف انها هي موجوده وانكم تتواصلوا معنا مهمه جدا، لانه دايرين فعلا نشوف احنا ممكن نساعد البلد كيف في الاستثمار. عملنا كميه من النكست جن وركشوبس زي ما دكتور انور قال، عملنا الاجايل وركشوبس. لما تخشوا في المنصه في حاجه اسمها ليرن هتلقوا فيها كلاسات كلها مجانا بالعربي وبالسوداني ممكن تحضروها. محمد عمر والشباب والتيم عملوا الورشه الكبيره دي وما شاء الله يعني كميه من الناس حضروها وحبيت ما تتخيل قعدت أبكي يوم ما شفتها أول ورشة حقت أجايل بتتعمل في السودان. يعني كانت ورشة كبيرة شديدة 400 نفر جو والناس كلهم متحمسة للفكرة ففرحتني شديد جدا جدا. برضو اشتغلنا على تنظيم منظمات الكورونا، عملنا لهم صفحة في البلاتفورم وإحنا كنا تبع المجموعة الكوليشن دي. يعني ما شاء الله عليهم اشتغلوا شغل شديد، لموا $200,000 للكورونا وعلمنا الناس كأجايل وتريلو وحاجات زي دي. وبدنا نشتغل مع مشروع الجزيرة وبرضو بدنا ننظم لهم في شغلهم. زي ما انت قلت يا هيثم في جزء من التيمز ما حبوا تريلو too complicated، عملنا لهم بس في جوجل سلايدز. فجوجل سلايدز بنوريهم كل أسبوع أو كل أسبوعين المطلوب شنو، بعدين بنعمل لها تشيك ولا أكس بكل سهولة يعني الحاجة دي اتعملت ولا ما اتعملت كل أسبوعين. فبس يعني عملنا طبعا فيديوهات زي دي زي حننتصر، الفيديو ده كان حلو شديد تقريبا فيه 1,000,000 نفر شافوه وفيه كل الشباب. وطبعا قابلنا دكتور حمدوك والمجموعة اللي كانت هنا. يعني لما جاء قبل يمكن كان قبل سنة ونص أول ما جاء كما كذب عليكم اتفائلنا، يعني كان عندنا تفاؤل كده مبالغ فيه إنه إحنا هيكون عندنا دور كبير وإنه مثلاً دكتور حمدوك أول ما يرجع السودان إحنا هنقدر نتعامل مع كل الوزارات وإنه كل الخبراء ديلا يعني هيقدروا يساعدوا البلد. لكن ده ما حصل، يعني ما لامين في الوقت، يعني الوزارات مشغولة، المشاكل السياسية كثيرة، كل يعني أحلام كثيرة. ما بقول لك ما عملنا حاجة، عملنا حاجات كثيرة جداً جداً. حسي لمينا $200,000 للسيول والفيضانات، لكن الأحلام الكبيرة اللي عندنا في إنه نقدر نطور البلد لسه ما بدت، دي الحقيقة عرفتوا. فأنا بس عايز أشرح لكم إنه حتى في مشواري حق سودان نكست جن ما في حاجة مشرت سهلة، يعني كل عندنا حلم كبير نمشي لقدام يجيك إحباط، تاني تمشي لقدام تاني يجيك إحباط، لكن مستمرين يعني مستمرين مستمرين. وأكبر حاجة حس انتهينا بيها هي إنه قررنا يا أخي إحنا كده الشغل مع الحكومة دي، حس الحكومة دي جايطة ما عارف راسها من رجلينا وما منظمه شديد، احنا ممكن نعمل شنو من غير الحكومه. فقمنا بدينا هنا مشينا لجوجل، مش عارفين شركه جوجل الكبيره، وفريد عمل اجتماع مع واحد من الاكزيكتيفز في جوجل وعملنا لهم فيديو عشان نحاول نخلي جوجل تستثمر في السودان. فدي حاجه احنا لسه شغالين فيها، فبس عايزه اوريكم الفيديو ده وان شاء الله يا رب ينال يعني انكم تحبوه. Who is Sudan and why should the world pay attention? You probably haven't heard any good news about Sudan lately. Well, that's because we have been disengaged from the world stage for 30 years. Hi, Lewa Gif. Years living under the rule of a dictator, Omar al-Bashir. Well, we're here to tell you that things are changing and Sudan's story is an epic story of courage, sacrifice, perseverance, and victory for the will of the people. The Sudanese youth were finally fed up and decided that enough is enough. They went out to the streets in millions calling out for freedom, justice, and peace. The women and the youth led the movement with their voices. People were united from different regions in Sudan to demand one thing, that is, the fall of the dictator. Sudan is an epic success story for a nonviolent, youth-driven revolution that has succeeded in removing a 30-year dictator who is now awaiting trial for his massive crimes. Why is this important? Because we wanted you to know that this wasn't easy. People died, sacrificed their lives. The will of these young men and women in Sudan was so strong and unstoppable.
the same youth now are asking for your help. Rebuilding Sudan, helping to bring the country out of poverty and making their dreams and aspirations they fought so hard for come true. Google can help leapfrog Sudan into the future, enable it to become a leading digital African economy and a model for democracy and freedom. How? How about a Google Tech Hub in Sudan, helping to build tech skills and tech jobs, or providing Google Cloud products to the government and schools? So why should you invest in Sudan? Sudan is one of the largest and most resource-rich countries in Africa. It is located at the northeast corner of Africa, along the coast of the Red Sea. This strategic location, with an interface into the larger Middle East and as an easy gateway to Africa, makes Sudan a prime country for change. 62% of the 44 million population are youth under 30. They are ready and eager to develop their skills and to become entrepreneurs. Agriculture. Did you know that Sudan has 220 million acres of fertile land and much of it is unused? The Nile River crosses Sudan, yet water still does not reach all of the available land. Did you know Sudan is the number one producer of Arabic gum in the world? Arabic gum is a natural prebiotic used in the production of medicine, food, and our products. It is exported to all major markets, such as Europe, Asia, and the US. Sudan is one of Africa's top producers of gold and is rich with natural resources and minerals. But much of this is yet to be developed. You probably didn't know that the Red Sea offers divers with the most beautiful pristine reefs. The natural beauty of Sudan makes the possibilities of tourism endless. There's so much more to explore and learn, but the main message of Sudan is open and ready for business. We need you to invest and help us make our collective dream of Sudan being a leading digital African economy a reality. Thank you for watching. رايكم شنو؟ خلاص انا البرزنتيشن حقتي خلصت. رايكم شنو في الفيديو؟ الفيديو طبعا رائع بمعنى الكلمه يعني ما والله جميل جدا ممتاز جدا الفيديو. طيب سالي انا في الحته دي داير اقول لك انه في انيشيتيف بتاع جوجل فور اديوكيشن، هل انت اوير بها؟ جوجل فور اديوكيشن سودان هي ليد باي دكتوره شاهناز واسيل تشابتر. انا الكو ليدر بتاع جوجل فور اديوكيشن سودان، وعملنا كان اكثر من اكتيفيتي وكده. فانا اعتقد انه في مشكله بتاعت كوردينيشن عامه في يعني انا ابريشيت القصه بتاعت سودان نكست جين، حاولت تلم المبادرات كلها وتعملها في طريقه بتاعت اجايل وتريننج اوف ترينيز وكده، لكن اعتقد انه في ديسكونكت ما بين الناس اللي كان عندهم مبادرات سابقه والمبادرات اللي حتجي بعد كده ولا. فالحته دي فيها مشكله، ما بتوافقيني في القصه دي؟ او ديفينتلي يعني احنا المنصة عملناها على أساس إنه على الأقل بس الناس لو سجلت ممكن تلقى بعض، وفعلا بدأ يحصل يا أنور. يعني في ناس كثيرين بيقول لنا إحنا عندي مبادرة على الطاقة الشمسية، بقول لهم الله يخليكم بس شوفوا المبادرات اللي هناك حقت الطاقة الشمسية، أو مثلا عندي مبادرة حقت التكنولوجي في مجال التكنولوجي، طيب ممكن تشوفوا باقي ناس الشغالين في التكنولوجي، أربطوا ببعض يعني وحدوا جهودكم. فده كان أصلا الهدف من المنصة على أساس إنه الناس تلقى بعض وتتواصل مع بعض. لكن حسي كوني أنا عرفت إنك أنت شغال برضو مع جوجل، ممكن نتواصل معاكم ونشوف ممكن كيف يعني نقدر نكبر الموضوع ونساعد به. قبل أنت ذكرت القصة بتاعت إنه السودانيين عندهم بلو كتير، يعني يا إما وايت يا بلاك وكده، فدي أعتقد إنها واحدة من المشاكل اللي ما بنقدر نتعامل في تيمز. يعني الشغل بتاعنا بتاع الكوميونتي انا شغال من سنه 93 في الكوميونتيز، وتحديدا في ايدكيشن والسودانيز ريسيرش، دي واحده من الحاجات، وقبلها تيدكس وغيره. فواحده من الحاجات اللي بتخلي الناس ما بيقبلوا انه يو دونت انفايت ذم تو ذا تيبل فروم ذا بيجينينج، يعني الزول ما بيقبل انه يجي في الاجتماع الثالث ولا الثاني.
يقول لك يا اخي يعني احنا عملنا الحاجه دي قبل كده، وانا شفت الكلاشز دي كثيره. بعدين جبل لما تكلمت برضو عن فضل الاعتصام، طبعا انا واحد ام ون اوف ذا سيرفايفرز، يعني مركت باسعاف من يوم فضل الاعتصام ده، وشفنا اهوال شديده في اليوم ذاك، وعارف كويس انه التاثير بتاع الكلام ده. كلنا بي تي اس دي بالمناسبه، الناس اللي كنا موجودين في ميدان الاعتصام في اليوم ذاك، وبنحمد الله سبحانه وتعالى انه قدرنا تو ريكفر ونرجع ثاني نشتغل مع المجتمع ونحب البلد ونحب الناس، وانه ما نخدها بس انه الحكومه هي بتساوي السودان، لا، السودان ده اكبر بكثير جدا من اشخاص وكده. فكيف المبادرات زي سودان نيكست جن المرقت من وقت بتاع ديبريشن زي ده، ممكن تو انسباير المبادرات الثانيه برضو حاولت لكن they couldn't survive، ماتوا وقفوا. والله يا أنور، بس بالطريقة اللي أنتوا حسي شغالين، يعني إنه يعني وجودنا حسي كلامنا هنا مع بعض، يعني إنه الناس تجيها هوب تاني، يعني الدبرسة حاصلة، إحنا عارفين أنتم مدبرسين، إحنا ذاتنا هنا مدبرسين لكم، يعني إحنا شايفين الحاصل شنو، وإحنا ذاتنا كوننا يعني ما قادرين نعمل يعني حاجة كبيرة كده، برضو مزهجانين من القصة دي. يعني الواحد كان عايز يكون عنده أثر كبير by this time، وما عشان الناس بيفتكروا إنه المبادرة دايرة عشان اسمك ولا عشان تشتهر، ما في كلام زي ده. أنا غايته شخصيا لا عايزة لي منصب، لا دايرة أكون في الحكومة، لا دايرة لي قروش، أنا دايرة ساعد البلد. يعني ما في موضوع الشوفنة ده، وموضوع إنه والله إحنا اسم مبادرتنا إحنا أحسن مبادرة. يا ريت الناس تخوت الحاجة دي كلها بالجنب، والله يا أنور يا ريت الناس تشوف تركز في الناس المساكين اللي في البلد ديل، والناس تخوت يدينا في يدين بعض، وأنسى يا أخي الميتنج الأول ولا الميتنج الثاني، المهم إنه الناس عرفوا بعض وعايزين يشتغلوا مع بعض. يعني إحنا هنا عشان حتى المجموعة حقت الكورونا دي اللي هم كم 30 جروب إنهم يشتغلوا مع بعض، برضو في الأول كان في لا الاسم ده هو اللي حيظهر، طب ليه المنصة في دي، طب اسم إخواننا، في الآخر خدتنا اللوجوز كلها جنب بعض، وقلت لهم خدتوا سنكشن تحت شديد لو سمعت عشان الناس ما تفتكر إن إحنا دايرين نخد. ففي ما عارفة كيف، في يعني في دبرسة، لكن في ناس برضو مهتمين أكثر بموضوع الكريدت، بموضوع إنه اسمنا وكده أكثر من الشغل نفسه ذاته. وفي ناس بيظنوا ببعض ظن سيء، يعني في ناس بيظنوا انه عشان مثلا انت اسمك بيجا كبير انه ده اصلا هدفك، انك زول بس عايز تشتهر او عايز يكون عندك منصب او كذا. يعني ناس بتكلموا علي انا ذاتي، الحاجه الكويسه انه انا ما بسمع اي كلام نيجاتيف، يعني اي زول يقول كلام غلط بدخله بهنا وطلعه بهناك، انا عندي فلتر كذا، اول ما يجيني كلام نيجاتيف وسلبي وظنون سيئه بدخله بهنا بطلعه بهناك طوال ما بشتغل بها، لانه انا عارفه انا شغاله لشنو، انا عارفه انا شغاله للشعب. ولو انا ذاتي جاني احباط وبقيت ما ماشي لقدام وسمحت كلام الناس، طب حيساعد يعني حيمشي الناس ده منه لقدام. فبحاول اني ما احبط من الوضع في السودان ومن كلام الناس، فدي الحاجه الوحيده انه احنا بس to continue نتعاون، to continue to talk to each other. يعني I think. طيب بس شايف في اخونا محمد رافع يده. محمد اتفضل. اتفضل محمد، ممكن تعمل unmute لنفسك. محمد ما سمعنك. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. السلام عليكم. كيف الاخبار يا جماعه؟ الله يسلمك، ان شاء الله انتم كلكم بخير الحمد لله. انا كان عندي سؤالين الصراحه. السؤال الاول في مجال الانتربرينورشيب والستارت ابس، السؤال هو انه يعني نحن في المجال ده مثلا، او اقول لك انه يعني هو يعتبر مجال نوعا ما جديد في السودان، ما عندنا رول موديل في الكلام ده، يعني حتى اوتسايد في مجال المالتي ناشونال كومبانيز والحاجات دي ما بتلقينه في ناس فعالين او اكتيفست في المجال ده شديد. فالحاجه دي انا بسال السؤال انه هي سببها شنو، ولو انت بتوافق معي يعني انه فعلا هو ما في السبب شنو، يعني ليه نحن ما عندنا. والحاجة الثانية، السؤال الثاني هو ما سؤال والله، بس أنا كنت داري أسأل عن أنت قلت بطوني 20، أنا برضو والله الخل من بطوني 20 وضع الخلاص الوطني، برضو أنا ذاتي من ناس سوريج طلعنا أهل. بالنسبة للسؤال حق الـ entrepreneurship needs an ecosystem to succeed، بمعنى إنه الـ startups محتاجة ecosystem بالعربي، يعني شنو محتاجة؟ بيئة دافعة، نعم، بيئة دائمة.
فالانتربرنورشيب ده الشباب عندهم أحلام، بيكون ما عندهم تمويل، بيكون عندهم أفكار لكن ما عندهم تخطيط، بيكون ما عندهم تجربة. يعني أنت لازم يكون في جامعات، لازم يكون في investors، لازم يكون في incubators زي ناس 249 startup والزيهم يعني البصر. فالمشكلة حقت الانتربرنورشيب بالذات أنت كمان لما يكون عندك بيئة بتاعت إحباط أو الحكومة ما مساعداك، ده كله ما بساعد. يعني entrepreneurship also has to يعني be supported by the government in a way. فتخيلي ده السبب المخلي. بعدين ما تنسى إنه في startups كتيرة بتفشل، يعني في جزء منها بينجح لكن في أفكار كتيرة بتفشل. فعشان كده أنت لو ما هيأت لها البيئة عشان السكسس ما بتلقى السكسس، لأنها محتاجة شوية دعم. لكن this is changing في السودان. يعني I really believe يعني من الناس اللي قابلتهم غير ناس 249 startup وفي مجموعة تانية اسمهم Savannah وفي السودان Angel Investors، يعني في السودان كلهم شباب. يعني انت لازم to invest في entrepreneurship في السودان، يعني لازم الشباب ده يكون عندهم دور في انهم يعملوا businesses ويقيفوا على حيلهم. فانا تخيل ليه الحاجة دي حتبدأ تتغير في السودان ان شاء الله بعد ما نعدي من المرحلة الخضراء احنا فيها دي. والامور يعني entrepreneurship is going to be very big في السودان ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. طيب بعد تشارك معاكم هنا تجربه اللي هو في 2015 دكتور عمر الامام، هو برضو واحد من الادمنستريتورز في السودانيز ريسيرشرز، كان اسس حاجه اسمها السودان ستارت اب هاب. والهاب ده يعني انا قمت شاركته معاه، وبعدين دخل معانا ايمن المصباح، وكانت عباره عن كووركينج سبيس، وبعدين ليتر عملنا بزنس انكيوبيتر اسمها بيزرا. فشوفنا كميه بتاع افكار بتاع الشباب وانفستد يعني قروش وزمن، وكان عندنا يعني جروب بتاع منتورز وكده، وفشلت لعدم وجود الايكو سيستم. يعني احنا حاولنا انه نوفر الحاجه اللي بنقدر عليها، لكن في النهايه اقتنعنا انه والله ديز اوفرويلمينج، ديز يعني حاجه اكبر مننا كلنا، وما حنقدر يعني نعيش في بيئة زي دي ما في أكسجين تماما يعني. فقفلنا الـ 249. السبب الأساسي بتاع النجاح بتاعنا backed by السفارة الهولندية تقريبا، وكذلك Impact Hub يعني برضو associated مع International Brand. ففي السودان حاليا المسألة بتاعت الإيكو سيستم دي يفترض أنه كنا متوقعين أنه تكون في البرنامج بتاع الحكومة الانتقالية، لأنه السمول والميديوم سايز بيزنسز هي الأساس في كل المجتمعات في نهضة الإيكونومي في العالم كله. لكن ما شايف الكلام ده حاصل. يعني الإيكو سيستم ده نحن في أكثر من الأوقات بيكون بسبب الحكومة في السودان. يعني الناس بتكون الشباب عندهم أفكار وعندهم أحلام وطموحات، لكن بكل أسف بتجي يعني أتسديك نموذج. مثلا إحنا في السودان إز ريسيرشز سجلنا as a non-for-profit company في السودان، أن إحنا عشان نعمل البوست البيو بوكس بتاعنا، وعشان نعمل البنك أكاونت بتاعنا، وعندنا مجلات وحيات مفترض إنه تجيها قروش داخلة. الكلام ده ماخد 8 شهور. يعني إحنا لو ما كنا self-funding وبندفع من جيوبنا عن إحنا أساس الجامعات وكده، كان بكل تأكيد لو ده بيزنس كان طلع برا السوق يعني. فالإيكو سيستم اللي قلتيه ده يعني ما I can't agree enough إنه مهم قدر شنو. نعم. Yeah, لكن we're gonna have to figure out a way. يعني معلش طبعا بقينا بس دقيقتين ثلاثة لأنه أنا عندي اجتماع بعد ده. فبس يعني تخيل لي يعني as we end this conversation we have to still find a way. لازم نلقى طريقة إنه من غير الحكومة نقدر نبدأ نعمل حاجة. فإحنا هنا يعني شغالين حسب مركزين يا أنور، ولو أنت ممكن برضو تورونا، بنحاول نفتش في المشاريع الميديوم، يعني الميديوم واللارج، على أساس إنه هنا الدياسبرا تو انفست فيها. فإحنا في الأول كنا بنفكر في حاجة اسمها سودان تراست فند، إنه كل الدياسبرا مثلا تاخد لها $500 وتمشي لمشاريع حكومية، لكن حسي ده ما وقته مع الحكومة. فإحنا حسي بقينا بنفتش في المشاريع الميديوم، لكن لازم تكون مشاريع عندها beginning of success. يعني لازم تكون مثلا الشباب بدوا حاجة فعلا نفعت لكن محتاجين تعمل لها acceleration. بس أي نعمل لها acceleration. فيلا المشاريع زي دي حاجة ممكن تساعدونا فيها، سجلوها في المنصة، اتواصلوا معنا فيها، خلينا نشوف كيف إحنا معكم أنتم ممكن نبدأ لنا movement للدياسبرا. ما إحنا الدياسبرا كتار يعني. إحنا لو بنقدر برضو نعمل funding والمشاريع دي تكون فعلا مشاريع successful ونقدر نساعد الستارت اب ايكوسيستم دي، ما why do we need to wait for the government. فإحنا لازم نبدأ نفكر في إن إحنا ممكن نعمل شيء من غير الحكومة. الحكومة إن شاء الله بتجي. يعني أنا ما بحب أتكلم بطريقة سلبية على أي زول، لكن دائما بشوف العقبات هي شنو، وطيب العقبة دي ممكن نتصرف حولها كيف. فإحنا حسي
فكرة إنه نكون معتمدين اعتماد كامل على الحكومة ما بينفع، لكن لو إحنا بنقدر الدياسبورا نساعد الميديوم سايز بزنسز إنها تكبر أو المشاريع إنها تكبر، why not يعني إنها تكون فيها خير. إحنا أهم حاجة عندنا is impact investment، يعني تكون مشاريع صحية استثمارية عشان الناس تجي مع عائد، لكن لازم تكون فيها توظيف للشباب، upskilling، يعني لازم يكون فوقها حاجة فيها social impact برضو الناس تستفيد منها الشعب. يا شباب طبعا وقتنا للأسف انتهى، في شايف هيثم وسمر رابعين يدهم للأسف لأنه سال عنده اجتماع فحنضطر نجيب هنا، لكن أي سؤال أنا ممكن أخذ سؤال من كنداكا لأنه أنا ما سمحت صوت. أوكي جدا خلاص إذن ضفر لي منك. أيوة سمر ممكن تعمل ميوت لنفسك وخشي. أوكي أول حاجة أنا واحدة من ال يعني your greatest fans. وبعدين يعني الحاجة يعني الكلام اللي قلتيه هسه ده it's very important، الكلام بتاع انه يعني ما اعرف لكن we have to find a way يعني to counteract ال waves بتاعت النيجاتيف انرجي المبالغ فيها، يعني ما اعرف لكن المجتمع السوداني يعني عنده حاجه ما اعرف لكن الحكومه دي I think انه هي ما حتعمل حاجه يعني unless المجتمع السوداني يعني بقى عنده دور حقيقي، فما I think إنه ما حتقدر تعمل حاجة براها، فيعني ممكن يعني تخلقوا حاجة to counteract الفهم ده. We have to يا سمر، يعني we have to يعني إحنا مستنيينهم، هم مستنيين إحنا، كل زول مستني تاني وما في حركة شغالة، يعني عارف يعني بجد زي كل زول قاعد بتفرج، فما إحنا مستنيين الحكومة تجيب على حيلها يعني كده يعمل وهم تخيلي مستنيين إن إحنا نتحرك. فعشان كده يعني احنا تعال نبدا بموضوع المشاريع، تعال نشوف المشاريع اللي الاوريدي موجوده دي ونكون شويه واقعيين، نلقى لنا 5 مشاريع نشوف محتاجه شنو نعلن عنها نعمل لها دياسبرا، احنا بيجينا 501c3 يعني we can collect money هنا ونحاول نساعدها ونبدا بها، وبعد كده يعني دائما نبدا لنا بهدف صغير كده وبعدين نتطور منه، فانتم ممكن تساعدونا في الحاجه دي ان شاء الله. تمام كده. طيب يا جماعة يعني بجد الحديث جميل وشجون، يعني ساعتين ما حسينا بيهن ويعني تعلمنا منه حاجات كثيرة جدا، وأكيد أنتوا تعلمتوا رغم أنه الطاقات الناس لسه طاقات سلبية، نتابع الكومنتس في الفيسبوك يعني في ناس بتعلق تعليق سلبية. يا جماعة نحن كلنا هنا شغالين ليهم، يعني أسيدي كلنا بنعمل في الحاجات دي فور فري، يعني على حساب وقتنا على حساب أولادنا على حساب الليلة الويكند بالنسبة لنا في يوكي مثلا واحد يمشي يتبسط مع أصحابه كده، لا سالي بالتالي برضو نفس الشيء، وكل أسبوع وكل يوم نحن شغالين الشغل ده، يعني ليشنو والله في النهاية لا نريد جزاء ولا شكورة، بس عايزين نحن إنه بلدنا دي لأن نحن طلعنا برا ولقينا الناس اتطورت كيف، فنحن دارين بس نقول لكم جزء من الحاجات دي. فأتمنى إنه أنا ما أقدر أقول الناس إنه تشكرنا، لكن الناس تصبر علينا ونتعاون وعشان نمشي لقدام يا جماعة. تمام سالي شكرا جزيلا يا سالي، وعليك الله سلم على الوالدة سلام شديد والاحترام ومحبة يعني. شكرا لك يا سالي وتحية للوالدة لخالد برضو، يعني أخذنا من وقتك كتر خيركم كثير ونشوفكم إن شاء الله في مرة تانية، يديكم العافية يا شباب. شكرا لكم، مع السلامة، أشوفكم بكل العافية. وقفت اللايف في فيسبوك؟